أعزائي مشاهدي قناة الحرية في كل مكان في العالم، وحلقة جديدة متجددة من برنامجكم 10:40. الحقيقة النهاردة الحلقة خاصة جدا، لأنه معانا ضيف عزيز جدا، مش غريب خالص على شاشة قناة الحرية، ولكن مش بس وجه مألوف، لكن مبارك جدا وبيبارك كثيرين، ومن اللي بتقوله لنا في التليفونات وكل الحاجات اللي بنسمعها. دكتور إبراهيم السايح خادم الإنجيل معانا النهاردة، ودي فعلا هتكون فرصة غالية جدا ورائعة إن هو يبصرنا وينورنا عن حاجات كتيرة جدا، أعتقد إن هي هتكون فعلا مغيرة وفعلا هتقدر تطور طريقة تفكيرنا بشكل غير عادي. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بيك يا دكتور رأفت، أنا سعيد بإن أكون معاك في البرنامج. الحقيقة النهاردة حبينا نستفهم من أخونا الحبيب الدكتور إبراهيم السايح، وهو جاي من خلفية إسلامية، اختبر الله في المسيحية واختبر الله في الإسلام. مش بس كده، هو أيضا باحث ومتعمق جدا في شؤون الإسلام عن ربنا، عرف الله في المسيحية ويقدر يكلمنا النهاردة عن الخبرتين دول. الحقيقة جزء مهم جدا من أهداف برنامجنا النهاردة هو إزاي إن إحنا نتعرف على كيف يفكر أخونا المسلم، إزاي الحاجات اللي بتشكل الركائز الأساسية لحياته لطريقة تفكيره، وده غالبا بيكون مرتبط بالصورة اللي بيشوف بيها ربنا واللي بيشوف بيها إلهه، ومن خلال كده العدسة ديت هي اللي بتخلي الكون والناس والأحداث ليها وضع وليها شكل معين. أنا أعتقد إن إحنا محتاجين جداً كمسيحيين إن إحنا يبقى عندنا الفهم دوت، لكن أيضاً أنا بتمنى من إخواتنا المسلمين اللي يكونوا بيسمعونا النهاردة، وعلى فكرة التليفونات مفتوحة وتقدروا تتواصلوا معنا من أول الحلقة، سواء عن طريق الفايبر أو عن طريق الواتس آب، عن طريق الإيميل، عن طريق أرقام التليفونات اللي بتطلع على الشاشة، عن طريق الفيسبوك، حضراتكم تقدروا تكونوا بتتواصلوا معنا علشان خاطر وإحنا بنحكي مع بعض هتكون المساحة متروكة كمان لحضراتكم إن أنتوا تقدروا تقولوا لنا اللي بتفكروا فيه. في واحد فيلسوف كبير مسيحي اسمه توزر، الراجل دوت قال كلمات مهمة قوي. قال: عرفني مين الإله اللي هذا الشعب بيعبده، عرفني مين الإله اللي هذا الإنسان بيعبده، أقدر أبريدكت أو أقدر أتخيل إيه هتكون شكله ومسار حياته كلها. فالنهاردة في الحقيقة أول سؤال نفسي أوجهه لأخويا إبراهيم هو: يا ترى الله وهو بيقدم نفسه في الإسلام بيقدم نفسه إزاي؟ إيه الصورة العامة الأوفر أرشينج إيميج أو الصورة اللي الله بيعبر بيها بيقول أنا هو كذا، وإزاي ديت بتأثر على نظرة المسلم لحياته ومين هو ربنا هيتغير إزاي؟ أيوه، الحقيقة أي دارس ومهتم بالإسلام وبحياته كمسلم وبيقرأ للكتاب أو العلماء أو الفقهاء أو اللي هم يعني لهم باع في الدين الإسلامي، الكل متفق، بالأخص الكبار يعني متفق على أن في قضية رئيسية جدا بتحكم الإسلام كله، والصورة المرسومة لله في الإسلام بتركز عليها بصورة فائقة. إيه هي دي؟ اللي هي كلمة وحدانية الله، التوحيد. التوحيد، ودي مش مقصود بيها بس فكرة إن الله واحد، لا، ده بتتكلم على حاجة أشمل. وبتتكلم على إيه؟ وحدانية الله يعني لا يوجد شيء إلا يكون الله هو اللي عايزه، والله هو مصدره، والله هو اللي عامله. وحدانية الله يعني الله يبقى هو المتحكم في كل شيء، وهو اللي عامل كل شيء، وأي شيء تشوفه يبقى ده إنتاجه هو، ولو في أي حاجة في الوجود دي مش إرادته هو لكن دي إرادة واحد تاني،
يبقى أنت بتتكلم حاجة ضد الإسلام وضد القرآن وضد الله في حسب الصورة الإسلامية. بمعنى أي شيء تراه في الوجود ده في بتعليم الإسلامي وفي آيات الإسلامية بيقول إن دود عمل الله، دي رغبة الله، دي إرادة الله، هذا الشيء أيا كان، لأن الوحدانية معناها أن الفاعل الوحيد والمؤثر الوحيد والمحدد الوحيد لكل شيء بيحصل في السماء وفي الأرض وفي بلدك وفي بيتك ومع نفسك بيشهد بحاجة اسمها وحدانية الله. وحدانية الله أن الله هو اللي عامل كل حاجة، مش الله بيساعدك عشان تعمل حاجات، لأ، وبيساعدك عشان تعمل الحلو وتبعد عن الوحش، لأ، الله وحدانيته معناها أنه هو وراء كل حاجة، سواء كانت وحشة أو كويسة، سواء كانت خير أو كانت شر. عشان كده حتى في تعبير تاني كلها بتأكد فكرة الوحدانية اللي هي إيه، اللي قولك إيه، دي إحدى العقائد الأساسية، العقيدة السادسة في الإسلام، اللي هي الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره. فخيره وشره يعني إيه؟ يعني الله اللي بيقضي، والله اللي بيقدر كل حاجة، والله اللي بيكتب كل حاجة، والله هو اللي إيه؟ اللي محدد كل حاجة تحصل، الخير والشر. إيه المقصود بالفكرة؟ يعني ليه قلتها لك دلوقتي حالا؟ عشان عايز أبين لك يعني إيه وحدانية. وحدانية يعني معناها الله يستخدمنا، ولكننا إحنا مناش في اللي بيحصل حاجة، يعني هو يأثر علينا، لكن في الآخر ما نقدرش إحنا نعمل حاجة إلا لو كان هو عايزها. طيب ليه لأن دي الوحدانية، ليه الناس تتحاكم وليه الناس تروح جهنم وليه الناس يعني الفكرة دي جاية منين؟ وعشان أقول لك حاجة مثلا يعني توضح الكلام ده، بس في آية يبقى بنبني الكلام على 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 نفس القرآن. يعني يقول لك في سورة الصفات، سورة 37 آية 96، يقول إيه؟ والله خلقكم وما تعملون. يعني خلقك، واللي هتعمله كمان هو اللي خلقه. اوكي، واخد بالك؟ يعني هو خلقك انت وخلق اللي هتعمله. مش عايز اخش التفاصيل اكتر في النقطة، لان في نقطة مهمة في الكلام ده برضك، يعني واخد بالك اللي هي ايه، اللي اقولها لك بسرعة ايه، الله بيخلق عملك، الله بيخلق عملك. اوكي، لكن الله مش هو اللي عمل العمل، انت اللي عملته، بس واخد بالك، بس هو اللي يخلق عملك، بس انت هتقدر تعمله ولا ما تقدرش تعمله؟ طبعا ما تقدرش ما تعملوش، هتعمله هتعمله. اوكي، انت عارف عامل زي ايه؟ امسك لك المسدس كده اقول اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، انت راجل ما انتش مؤمن قوي مثلا، فتروح قايل ايه؟ تقول كده انا هموت، فانت باختيارك بتقول اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. بس ده مش اختيارك، ده المسدس اللي خلاك تعمل كده غصب عنك. ايوه، فالناس بتختار فعلا، بس تختار غصب عن ابوها. اوكي، خدت بالك؟ فده اسمها ايه؟ ده نصوص يعني. خلقك انت عشان نجيب لها الايه اللي قصادها على طول توضح الفكره. احنا طبعا هدفنا من كده، انا بحب جدا على فكره، ما بحبش فكره انك ما تشرحش الحقيقه بتاعت الدين، اسلام، مسيحيه، اي حاجه، لان الشيء الحلو يبان من المناقشه عنه وتفصيله وتوضيحه. بالظبط، واخد بالك؟ والشيء ساعات يكون حلو وبعدين الناس بتفهمها بطريقه وحشه وبتعلم عنه بطريقه وحشه، لما تناقش وتجادل وتعمل ايه اللي بيحصل؟ بتبدا تكتشف حقيقته. يعني الحوار والنقد ده العالم بيقول كده، النقد يكشف الحقائق. صح. فلو كنت انت فاهم الحاجه غلط افهمها صح. مش بس كده، الحاجه التي لا تقبل النقاش اللي يخليك اصلا تقدر تفهمه معناها انه اضعف بكتير قوي من انه يواجه باي سؤال. بالظبط. يعني أنا بس نفسي أقول لأحبائنا المسلمين النهاردة اللي بيسمعونا، إحنا بنحاول نفهم معاكم من خلال شخص اختبر الله في الإسلام وولد كمسلم، وأيضا اختبر الله في المسيحية. إحنا محتاجين نفهم، وزي ما قلت التليفونات مفتوحة لحد إن هو يناقشنا. لكن أكملك الآية. فالآية الآية التانية قلت لك إيه؟ إن الله خلقكم وما إيه؟ وما تعملون. واخد بالك؟ شوف بقى الآية دي بتقول إيه؟ في دي سورة 76 الآية 30 بتقول إيه؟ وما تشاءون إلا ما يشاء الله. يعني إيه؟ يعني أنت لا تستطيع أن تريد وأن تشاء شيء، لا تستطيع إلا
اللي الله يشاءه. واخد بالك من الفكرة؟ يعني لو أنا عايز حاجة ربنا مش عايزها مش هبقى عايزها، واخد بالك؟ وحلغيها، حتى لو عايزها عملية مش هعملها، اللي هيتعمل اللي شاء الله. واضحة الفكرة؟ اللي إيه؟ أنا ما أقدرش أشاء حاجة إلا الله عايزها. ده بيدل على الوحدانية. إيه الوحدانية؟ إن كل البشر هيعملوا اللي أنا بشاءه بس، كل البشر هيعملوا اللي أنا بشاءه بس، فأنا أحادي السلطة. بالظبط. ودي بتدخلنا على ايه بقى؟ يعني دي النقطة اللي احنا بنشوفها فينا كعائلاتنا وفي حياتنا الفردية وفي حياة المجتمعات بتاعتنا. انت لا تستطيع ان تكون افضل من، لا تتعلو عن الهك، وانت دايما هكون متأثر بايه؟ بطبيعة الاله اللي في الدين اللي انت بتقرأ عنه في الدين بتاعك. فاذا كان الهي انا، الهي انا ما بيسمحش باي حد يعمل حاجة الا اللي هو عايزها. ايوه. فانا هبقى هطلع ازاي؟ هطلع بنفس الصوره اللي هي بتاعت شخصيته. وده اللي بنشوفه ساعات في الراجل يقول لمراته ما تطلعيش النهارده، ما تروحيش المشوار ده. تقول له ليه؟ لا انا عايز كده، انا عايز كده. مش ان في سبب، يعني دي ارادتي انا. تصور انا لما اجي اقرا كانسان، اجي اقرا في القران واقرا سوره 76 ايه 30 يقول لي انت ما تقدرش تشاء الا اللي انا عايزه بس. يعني لو انا عايز، بص، لو انا اريد حاجه مش هو مش عايزها مش حاضر اعملها. شوف ازاي. طيب، طب انا زنيت، يبقى ده هو اللي عايزه. طب انا سرقت، ده هو اللي عايزه. طب انا كرهت، يبقى هو ده اللي عايزه. طب يعني فيش اي اراده حره؟ ما فيش اي اختيار للبني ادم؟ في. اللي هو ايه بقى؟ اللي هو ان انا، انك انت في دائما الله بيحط قدامك حاجات، بيحط حاجه جواك، بيخلقها جوه الناس بحسب كلام احنا بنتكلم. يعني فكره الله في الاسلام، الله الحقيقي، الله اللي يملك السماء والارض، ده الله عظيم ومحب، لا ننسب له مثل هذا الكلام يعني. بس انا بتكلم على الصوره اللي بي 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 بيعرضها لنا القران والسنه والاسلام عن الله هو ايه. يعني القدر ده موجود في لوح مكتوب، او يعني خلاص، يعني ما حاجه مكتوبه لازم تحصل. عشان كده احنا حتى كعرب وكمصريين دايما بنقول ايه؟ اللي مكتوب على الجبين لازم تشوفه العين. لازم، مش عايز اسمها ايه، لازم تشوفه العين. انا بيحضرني حاجه، انه يعني انا عارف انها شكلها يمكن مش مؤدب قوي، بس احاول ان انا نقولها بالصوره اللي المقصود، بالصوره اللائقه. يعني انه يعني انا هقول المعنى، مش عايز اقول النص نفسه، انه على حتى الاعضاء التناسليه للانثى مكتوب عليها اسم. يعني هيحصل معاها ايه واستخدامها او كده. بالظبط. فده برضو قدريه. يعني بص انا يعني معنى كده ان الناس بقى اللي هم بتوع الدعاره مثلا، ده برضو مكتوب عليهم. طبعا. طب ليه ندخلهم السجن؟ لا، ما هنشوف. طب ليه دول يروحوا جهنم؟ أرد على جهنم. حاضر، أرد على دي. وممكن أقول نصوص. والمفسرين بيقولوا إيه كمان، والكبار المفسرين بيقولوا إيه. الله خلق الناس وهو عايز يدخل ناس جهنم، أوكي، وعايز يدخل ناس الجنة. فده ملاش علاقة بإن الشخص دوت يستحق أو ما يستحقش. أوكي. يعني بيخلق ناس وعايز يدخلها جهنم، وبيخلق ناس وعايز يدخلها جهنم. فلما يخلق ناس وعايز يدخلها جهنم يعيشها في حاجات غلط، ايه المشكله يعني؟ وحتى لو عملوا حاجات صح، لكن في الاخر ده في حديث يقول لك كده، لو واحد عاش بالمعنى ده، لو واحد عاش كويس وبيعمل اعمال كويسه واعمال صالحه، لكن المكتوب له ان هو يخش جهنم، قبل ما تنتهي حياته ياتي عليه المكتوب ويبدا يغير سلوكياته ويخش جهنم بعد كده. موسى حاجج، ده حديث، موسى حاجج آدم، قال له أنت اللي سبب خطيتك، أنت اللي جبت لنا اللي هو التعب والمذلة والهلاك اللي احنا موجودين فيه. مش فاكر النص بالظبط، موجود عندي ممكن أقوله يعني، بس أنا عايز عشان خاطر أساعد الفكرة تبقى باينة يعني بسرعة. فموسى عمل، فآدم قال له إيه؟ فآدم قال له هو أنا عملت ده بإرادتي ولا ده كان إرادة ربنا؟ فحاجة جاء إيه؟ آدم موسى غلبه. اللي حصل ده غصب عني، الله عايزه، فاللي الله عايزه بيحصل، واخد بالك؟
علشان كده اقول لك الصوره، يعني الصوره بص 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 الامام الغزالي اللي هو العظيم في التاريخ، اللي هو عامل كتاب اسمه احياء علوم الدين، قال ايه؟ قال الانسان مضطر، مضطر في صوره مختار. يعني ايه؟ يعني انا اسمي مختار، يعني اختار اللي انا عايزه، انا حر يعني، لكن في الحقيقه الحريه بتاعتي دي انا هستخدمها مضطر كما يريد الله اللي هو عايز يعمله ايه. يعني اعطيني حاجه شكليه اسميه وانا ملتزم ان انا انفذ اللي هو عايزه. بس الانسان مضطر في صوره مختار. شوفوا الاثنين يعني متناقضين، عكس بعض خالص. بس هي حقيقه بردك بالمعنى الاسلامي. ايه الحقيقه ديت؟ خد بالك، يعني خد بالك، انا خلقك تبقى حر، بس انا هحطك في 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 جو مش هتقدر تعمل غير اللي انا عايزه. يعني انا عايز حاجه معينه وهوجهك ليها بالاغراء، بالعنف. عشان كده الاسلام مبني على ايه اساسا؟ مبني على الترغيب والترهيب. ده مبدا جوهري. تمام، الترغيب والترهيب. انت عارف قد ايه تعبيرات في القران بتتكلم على ان الله ان هو يفتن ويغوي ويمكر لا يعني غير انه يمكر، يعني بيتعامل معاك ازاي؟ يفتنك، يغويك. في بقى بتاع 7-8 تعبيرات من النوع ده هوت بتستخدم في القران على انك انت هتعمل اللي هو عايزه، ما تقدرش تعمل غيره. احنا مش هدفنا ان احنا نحكي وخلاص، احنا دلوقتي بنتكلم على حته مهمه، كل ده بيبني على حته مهمه. اللي هي ايه؟ اللي هي المسلم المصري الاردني العراقي السعودي الباكستاني، واخد بالك ازاي؟ في الجامع، في القران، في الكتب، وديك شايف الحركه الدينيه ماشيه ازاي. مين المثل الاعلى؟ مين اللي بيحدد تفكيرهم؟ مين الشخص؟ الله صورته ايه؟ الله يعني دي مش مقصود فيها هجوم. اذا كنت انا الوحيد اللي انا عايزه يحصل مع كل انسان الخير والشر، بالمناسبه الله في الاسلام مش اله يهمه الخير بس او يهتم ان يتعامل الخير بس. الله بيتعامل الشر برضك بسببه بس كمان، هو لوحده. يعني ايه؟ اذا كان كل شيء في الوجود الله اللي وراه، وده التعليم الاسلامي. بص الايه بتقول ايه؟ ما تشاءون الا ما يشاء الله. بص الايه دي بتقول ايه؟ بص الاعراف اللي هي سوره 7 الايه 188، بص بيقول لك ايه؟ قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضررا الا ما شاء الله. عايز انفع نفسي؟ مش هعرف، مش هدي اعرفك قد ايه. ادي الحريه بتاعتك. اوكي، تقدرش تنفع نفسك. طب انا بقى هضر نفسي؟ لو انا مش عايزك تضر نفسك مش هتعرف. طب امتى هعرف؟ لو دي اللي عايزه ربنا في حياتي انا يعمله. طب يعني الثواب والعقاب هنا الحقيقه ما لهمش مكان خالص. ما انا كنت بجاوبك بس ما كملتش. ليه ايه؟ يا اخي انا بخليه بص انا بخليك ده هو يمشي غلط ويستحق يروح جهنم. وعلى فكره هو اختارها بنفس الراجل. اختارها ازاي؟ مضطر في صوره مختار، واخد بالك انت ازاي؟ اغويك غصب عنك، ما تقدرش غير كده. الغوايه فوق طاقتك، او العنف فوق طاقتك، او الخوف فوق طاقتك، او الخساره الرهيبه اللي هتواجهك فوق طاقتك، واخد بالك انت ازاي؟ فانت هتعمل ايه؟ فانت بتمشي في البتاع ده هوت، فبتحاسب على انك انت اللي اخترت. ايه، واخد بالك؟ ده شكلها كده. بس هي معروفه يعني. بص ما هو ربنا عارف، والمفسرين عارفين، والعلماء والفقهاء عارفين. انت مش هتعمل غير اللي هو عايزه. سيبني بقى من المختار، مش حر مش حر، انت هتعمل اللي هو عايزه، خلص. مش هتعمل حاجه ما تقدرش. يعني مثلا لو جه قال لي ايه؟ مش انت عملت كذا. اقول طب هسالك سؤال يا رب، ممكن بس اديني ثانيه اسالك سؤال. ها، كنت اقدر اعمل غير كده؟ يقول لي لا. اقول طب في ايدي ايه بقى؟ خدت بالك؟ اخرس، تروح مطرح ما انت رايح. بص اجيب لك قول لي انا مصدوم شوي. اجيب لك حديث اوكي. يقول لك كل واحد ميسر للي اتخلق عشانه. كل واحد من قبل ما يتولد وهو معروف مقعده، يعني هيروح فين؟ هيقعد فين؟ في الجنه ولا في النار؟
وكل واحد ميسر لما، واخد بالك من التعبير ده، ميسر لما خلق له. انت متخيل الصوره بقى؟ يعني انا مخلوق علشان اروح الجنه، وانا مخلوق عشان خاطر اروح النار، فهيحصل عمليه تيسير للحته اللي انا مخلوق عشان اروح، وايه كمان؟ ويحصل عمليه تصعيب وتعسير العسره واليسره. واخد بالك؟ ليه اي حاجه ممكن توديه في حاجه غير كده؟ طب ليه؟ دي وحدانيه الله. ما انت، ما احنا عشان كده عندنا في العالم الاسلامي الراجل هو ايه؟ سبع البرومبه وما يزعلوش مني يعني اخواتي، ها؟ وان هو كلمته لازم تمشي، عيب بالنسبه له ان يتقال دي مراته كانت صاحبه الفكره دي. يمكن اليومين دول بدا حصل فيه تغيير يعني، ها؟ وبقى في ناس بقت زي عبد الفتاح الاسري، تسقط المره دي الكلمه يعني اللي بيقولها، تقول له ايه يا حنفي؟ هو عايز يعمل حاجه، انا كلمتي ما تقعش الارض ابدا، تقول له حنفي يقول لها تسقط المره دي، المره الجايه مش ممكن ابدا. خد بالك يعني ايه عايز اقول؟ يعني جايز دلوقتي بقى في حاجات زي عبد الفتاح الاسري، انما الرجل المسلم الرجل الشرقي، ها، الرجل قوامون على النساء، ده هو عيب في حقه ان يكون في كلمه في البيت غير كلمته. وحتى مع ابنه. دي جايه منين؟ جايه من ثقافه نابعه من شخصيه، الصوره بتاعت شخصيه الله اللي موجوده، ما احنا موجوده في القران. عايزين نفهم ليه احنا كده، ليه في العالم العربي احنا، بص، ليه الاتجاه في العالم ان احنا مش بتوع ديمقراطيه، مش بتوع اراء اخرى، لازم تمشي برأيي. كلام الديمقراطية حرام، ده كتير من الفقهاء قالوا كده، دي حاجة فكرة غربية كافرة. بس كمان ليه؟ في الأصل الفكرة إيه؟ الله الله ديمقراطي؟ لا، ما بمعنى ديمقراطي يعني، مش هقول ديمقراطي بمعنى يعني رأيي ورأيك. أولا الله في المسيحية إله محب ويقدرك، بيحترمك وقيمتك إنك أنت حر، وإنك أنت تختار عن حب، ده شيء يفرح قلبه، لأنك لما بتعمل حاجة بتبقى عاملها من قلبك ومشتياق وبتقدير. فالنقطة المركزية في شخصية الله، الله محبة، ده جوهر كيانه، جوهر طبيعته، وكل الصفات الأخرى بتخدم على الحب. في الإسلام هنا بقى الوحدانية هي أهم شيء. وحط بقى حاجة تانية غيرها لأنها مهمة جدا لو حبيت يعني للتوضيح، اللي هي مشيئته. مشيئة الله دي اهم شيء. يعني ايه مشيئته؟ يعني انه هو يعمل اللي هو عايزه. خد بالك، مش يعمل الصح، مش يعمل اللي يفرح، هو ممكن يعوز حاجه غير الصح. الله، واحنا كنا بنتكلم في مين؟ فين بندم؟ لا، ما انا واخد بالي اللي قصدي. يعني حاضر يعني بص. طب اصلا ليه في، يعني ليه في غلط بقى؟ بص ابن تيميه، يفقد الموضوع ان يبقى في حاجه غلط، ما فقدت معناها، ما بقتش غلط، صح؟ هي اراده الله، صح؟ لكن احنا اللي وصفناها بقى ان هي غلط ولا ايه؟ ما انا مش قادر. احنا وصفنا ايه اللي غلط بقى تقصد؟ يعني الزنا والدعاره والخمر. لا غلط، ربنا بيقول عليه غلط. اوكي، بس ربنا مش ضد ان الغلط ده هو نفسه اللي يكون عايزك تعمله ويدخلك جهنم. هو شيء غريب طبعا ان احنا بنقوله، شيء غريب، بس الشيء الغريب ده هو ده يملا صفحات القران ويملا صفحات الاحاديث النبويه. لو انت عايز تكون واضح مع نفسك، اخويا المسلم، اخويا الشيخ، اخويا العالم، عايز تكون صريح وانك انت تقول دي معناها كذا ومعناها كذا، تحط نقط على الحروف، ما عندكش غير انك انت تقول كده. يعني بص، شوف، بص، يعني بص ايه في الانجيل الله يقول ايه؟ تعالوا ايه كم يعني من مره اردت ان اجمع فراخ وانتوا ما بقاش عايزين، لكن في حاجه تانية، هلما ايه؟ نتحاجج، تصور، تعال نتحاجج مع بعض، وقولوا كلامكم وانا اقول كلامي. فيعني لا، وابراهيم قعد يتكلم مع ربنا، لو في 100، لو في 10، يتشفعوا، ممكن احمي المدينه. بص، شوف، وقال انا مزمع ان اكلم المولى، ان انا تراب ورماد. بص، اسمع وقول لي رايك ايه. تتفهم الحاجات دي ازاي؟ اسمع وقول لي تتفهم الحاجات دي ازاي. بص، في سوره البقره، ما هو ده كله بيعمل ايه؟ دي شخصيه الله. شخصيه الله لا تتمركز حوالين، في الاسلام يعني، لا تتمركز حوالين صفه اخلاقيه او قيم او مبادئ، واحد، ولا تتمركز على العلاقه وقيمه الانسان،
قيمة المخلوق. يعني غير بقى قصدي القيم، لا أنا قيمتي إيه، أنا قد إيه مهم. لا دي دي مش نقطة مركزية، الله لا يعتبرها خالص، دي نقطة مركزية في المسيحية، أن الله الإنسان ده حبيب الله. يقول لك فرحا في مسكونة أرضه، الله يبقى فرحان في مسكونة أرضه، لذاتي في بني آدم. شوف إزاي، ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. لكن هنا بقى بص، شوف هل الله بيعمل الحاجة عشان قطر الحب، عشان الخير، عشان الصلاح، عشان الحق للناس، عشان هم يستحقوا كده؟ بص الكلام بيقول ايه، البقرة 2 آية 284 يقول لك ايه، لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. بص الكلام بقى، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وهو والله على كل شيء قدير. يبقى هنا هنا غفر ليه؟ لأنه عايز. طب وعذب ليه؟ لأنه عايز. طب بص الآية اللي بعديها، آل عمران 3 آية 26 27 يقول لك إيه، قل اللهم، خد بالك دايما الله، لا يعني عايز أقول لكل أخ وأخت ليا، اقرأ القرآن، ولأخواتي المسيحيين كمان اقرأ، عشان أنت مهم أنك أنت تكون عارف إخواتك وتكون فاهم ليه احنا بنشرح الكلام ده كمان يا رأفت. لان اخواتنا المسيحيين بيسمعوا تفسير للاسلام ساعات مش حقيقية. أيوه. فبيدوا انطباع انه حاجة جذابة جدا وجميلة جدا، والله الله محب، والله صالح، والله كيت، والله كيت، واخد بالك، ولا ده هو مش قصده كده، ده قصده كده، والناس ساعات بيصدقوا. انا كمسيحي وراعي، انا مسؤول عن اخواتي المسيحيين يفهموا الحقائق. فلازم اقول، وايضا انا اخواتي المسلمين لو هم بيقدروا هذه القيمه، انا يهمني ان انا غيري ان شاء الله حتى يكون واحد ملحد، لو بيساعدك انك تفهم الحاجه مظبوط وتفهمها، لو انت بتهمك مصلحتك تعمل ايه؟ تسمع الكلام اللي بيتقال، لانه دوت. فعشان كده الحياه لا تقوم الا على التنوير، تنوير كشف الحقائق. كونك تقول لا المحبه الاخويه والدوله والامه، ايه هي بقى؟ يعني ان احنا مالكش دعوه، ما تلمسي، نحترم الاديان، نقدر الاديان. صار لو واحد جاي يقول لك انا هقتلك وقت ابوك وانا كل شر من ناحيتك، احترم الاشخاص واحترم افكارهم، احترم ايه؟ واخد بالك؟ يعني لو جاونا كتاب في مصر ولا في اي بلد كتاب كله سم وشر، نقول نحترم الكتاب دوت؟ طب لو كان في اديان بتقول كلام رهيب على الانسان وبتهد البشر، نحترم برضك اسمها؟ انا ما بقولش نحترم وما نحترمش، نوضح الحقائق. احنا نحترم الناس لكن الاراء قابله للمناقشة طبعا. بص يا سيدي، بص في آل عمران يقول ايه، دايما الله، بص في 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 بعد الوحدانيه دي في حاجتين خطيرين عند اله الاسلام. ايه؟ نمره واحد، انه هو يريد ما يريد، ما شئته انا، يعني انا اشاء ما اريد بلا مانع، بلا مانع وبلا ضابط وبلا اي معيار، انا اشاء. زي الصوره اللي احنا عارفينها على المدير الشاطر ولا الرئيس الدكتاتوري، واخد بالك، يقول له قول خلوه يعمل كذا، يقول طب ليه؟ يقول له ليه؟ يتخرب بيته بعد كلمه ليه دي، لان هو عايز كده خلاص. خدت بالك انت ازاي؟ مش حاجه اسمها ليه. زي برضك الاب اللي يقول لابنه مش هتخش فريق الكوره، طب ليه؟ انا مش عايزك، اقفل بقك ما تنطقش. خد بالك انت ازاي؟ طب دي احنا واخدينها منين؟ احنا عندنا في القران وفي الاحاديث، اله يصنع ما يريد بلا. بص الكلام يقول لك، قل اللهم ملك الملك، تؤتي الملك من تشاء. شوف المرجعيه. المرجعيه ايه؟ ما أشاء. مش المرجعية إن أنا بحب البشر، أنا أحب أديهم، أحب أدي أمطر خيري على الأبرار وعلى الأشرار، أنا أحب أعدائكم، أنا أحببتكم فضلا، هكذا أحب الله العالم فبذل ابنه. بذل ابنه ليه؟ مش عشان أنا أشاء، عشان أنا بحبكم. في مرجعية اسمها أنا بحبكم، في مرجعية إن كنتم مهمين، في مرجعية إن أنا أتألم إنكم تهلكوا. هل مصرة أصر بموت الخاطي مثل ما يرجع ويحيى؟ ده منطق حب، ده منطق قيم، ده منطق تقدير الإنسان. هل مصرة أصر أنا بإنك أنت بإن الخاطي يهلك، حتى الخاطي؟ لأن الله محب بصرف النظر عن الشخص إيه.
فلو يقدر ينقذ الخاطي ينقذه، عايز ينقذه. واخد بالك؟ مش حتى المعيار انه غلط لازم يدفع ثمن، لا، المعيار ازاي انا انقذه من اللي هو فيه. بص هنا يقول لك ايه، فيقول لك ايه، يؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. ايه طيب يعني؟ طب لو هي من تشاء من تشاء من تشاء، ايه المرجعيه بتاعتي انا اللي انا ابني عليها؟ ابقى مطمن. ما في، لا ما فيش حاجه تطمن. ممكن تقول يا اخي ده ربنا، مشيئه ربنا، ما فيش احلى منها. مشيئه ربنا يا حبيب قلبي اهي يا سيدي. يقول لك بص بص، ادي مشيئه ربنا برضه، ومن تشاء برضه ومن تشاء. سوره الحديد 57 ايه 22 و23 يقول لك ايه، وما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبرئها. نبرئها ان نخلقها. يعني ربنا ايه هنا بيعمل ايه؟ اللوح المحفوظ. بس هنا بيعمل ايه؟ بيخلق المصايب. ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم، يعني سواء كانت في الحياه حواليك او الغم والتعب والهم اللي جواك، مرض، الم، خوف، رعب، نفسيه متحطمه، صغر نفس وانكسار، احساس بالتفاهه وعدم القيمه، ها، اي مصيبه براك او جواك موجوده في كتاب. ايه موجوده في كتاب؟ يعني القضاء والقدر. الله ما قدر، الله قضى خيره وشره، وهنا اهي شره. الا في كتاب من قبل ان نبرئها. بص الكلمه اللي بعدها، ان ذلك علي يسير. يا سلام، ده شيء سهل بالنسبه لي. اعمل المصيبه وفيك وفي ظروفك، وانا كاتب ده هيحصل، ومن قبل ما تحصل انا كاتب الكلام ده، وده سهل عليا. بعدين بص بيكمل بيقول ايه، عشان تشوف قد ايه، شوف قد ايه قيمتي وقيمتك في الصوره دي. يقول لك ايه، لكي لا تاسوا على ما فاتكم. يعني ما تقولش ايه، يا لو كنت عملت كذا وكذا، يعني ما تتاسش، ما تتاسفش، يعني ما تبقاش عندك اسى. تقول كان ممكن صلحتها وعملت كده لو كنت خدت القرار الفلاني وعملت كذا. ها، لكي لا تتاسى على ما فاتكم ولا تفرحوا على ايه، على ما اتاكم. يعني اللي حصل لك وضاع عليك، والفرح، الحاجات اللي تفرحك اللي حصلت في حياتك، ها، لا كنت تقدر تغير دي ولا كنت تقدر تغير دي، وتلم، لان الله لا يحب كل مختال فخور. ايه يعني؟ الوحدانية ومشيئة الله هي اللي بتحدد كل شيء. قالها قبلها، قال ايه قبلها؟ ما أصاب من مصيبة في الأرض، يعني أي مصيبة في الأرض، خد بالك ده معنى كلمة. معنى كلمة، مش بعض المصايب حصلت كان وراها ربنا وكان عنده هدف، وهدف كويس وصالح. لا يا حبيبي، أو نتيجة اختيار الناس الخاطئ، أو نتيجة اختيار الناس، إبليس قدر إن هو يقتل الناس. في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الفقه الإسلامي، في التعليم الإسلامي، في تعليم القرآن، في تعليم الأحاديث النبوية، الفكرة ده هي إلغيها خالص. أوكي. حكاية إن الناس هي اللي أدت إلى كده، إلغيها خالص. ده بالعكس، ده لأن الله عايز كده بيخلي الناس تمشي في السكك دي، مش العكس، ليس العكس هو اللي أدى. يعني البادئ هو الله والنتيجة تصرفات الناس. مش تصرفات الناس تخلي ربنا يعمل إيه. دي تمثيلية بايخة جدا، لأنه يعني ما الحياة تبقى ملهاش قيمة. الحقيقة أنا معانا تليفون هاخده دلوقتي، بس اللي عايز أقوله أنه يعني الحياة فقدت أن هي تكون لها معنى أصلا. أقول لك كلمة على دي بس قبل ما ناخد التتعود. الحياة هي مسرح يريد الله فيه أن يخرج المسرحية، ويخلي كل ممثل يعمل ما هو عايزه بالظبط، وتطلع شكلها زي ما هو عايزه تماما، والكل بيخدم حاجة عايزها المخرج والمؤلف، وإحنا أصلا مش عارفين اللي هو الله. مش عارفين إيه الدوافع اللي وراه. لا أقدرش نسأل عليها. أنا في الدوافع، الدوافع هي إيه؟ هو عايز يقول أنا ما فيش غيري واحد. طب عايز يثبت نفسه لمين يعني؟ ما دي شخصية الله في القرآن. يعني الله ما أنا فاهم، بس اللي عايز أقوله لو فكرنا فيها، طيب هو الله أصلا يعني أنت تعمل كده؟ يعني أدي لك مثل، أنا مثلا عندي عقدة نقص، واخد بالك، فأنا جات لي شوية فلوس، ربنا فتح عليا في حاجة، لكن أنا أصلا عندي عقدة نقص، فأنا بقى هستخدم كل الأسيتس اللي عندي وكل الرصيد اللي عندي عشان أثبت لك أن أنت ولا حاجة وانا كل حاجه. طيب بس انا اصلا بادي ان ما هو انا لو انا كده
انا مش محتاج اصلا ان انا اثبت حاجه زي كده. يعني لا يعني الله مش في منافسه مع حد علشان خاطر يحاول يثبت ان هو كده. هقول لك حاجه، هقول لك انت اصلك بتتكلم عن الله من خلفيه خاصه. ايه الخلفيه دي؟ خلفيه ان انا مسيحي. ايه الخلفيه دي؟ خلفيه انك انت مسيحي والله ده صالح والله ده منطقي والله ده حق والله ده خير والله ده نور والله ده مش هيعمل غير كل شيء كويس وعادل في تصرفاته والله ده بيحب الناس، فانت عندك صوره عن الاله منطقي واخد بالك ومش هيعمل حاجه الا بدوافع كويسه، فتقدر تساله طب انت عملت دي ليه؟ او هو يقول لك كمان انا بعمل كده ليه؟ لكن تصور ان في واحد موجود ها عنده الشخصيه دي، يحب يسيطر على كل الناس، يحب يخلي كل الناس تعمل اللي هو عايزه، ولما يكون عايز حاجه لازم يعملها. الناس وقود، واخد بالك؟ وقود يعني. وفرحته ان هو قوي جدا فيستخدم قوته كلها في ان هو يمشي اللي هو عايزه. طب تقولي طب مش موجوده في اخي في القران ان الله رحيم؟ موجوده يعني. وغفور ودود. موجوده غفور، موجوده ودود، موجود. ما هو دي ميزه بقى، دي نقطه مهمه اللي هي ايه؟ الله في القران والله في الاسلام دي شخصيته. يشاء كل شيء. ويعرف يعمل كل شيء. تعرف تحسب ان انا ما اعرفش ارحم؟ ارحم. تحسب ان انا ما اعرفش ان انا اوسع الرزق لحد؟ اوسع. تحسب ان انا ما اعرفش اعمل جنه حلوه وادخل فيها ناس؟ اعمل. ما هو الدافع؟ الحب؟ لا، ملهاش علاقه بالحب. دي ليها علاقه بايه؟ ليها علاقه ان انا قادر وان كل ما يحدث انا اعمله. لو انا عملت الشر بس يبقى انا ناقص. اللي هو ايه ناقص ايه؟ ما بعرفش اعمل خير. فلازم يعمل خير. طب لو انا بعرف اعمل خير بس ما اعرفش الشر، في نظر الاله صوره الاله في القران تبقى اساءه لي، لازم يكون بيعرف يعمل الشر. فاهمني؟ فالخليقه هي عباره عن ايه؟ عباره عن، لا خد بالك من النقطه دي. الخليقه هي عباره عن بيعبر بيها كلها عن شخصيته. ما هي شخصيته؟ انا متسيد، التعبير اللي احنا بنقوله في السياسه وكده، الشخصيه الديكتاتوريه يعني. واخد بالك؟ عشان كده الديكتاتوريين بيبقوا نبعه من هذا يعني. لا يعني تلقائي. ما تستغربش بقى. تلقائي. عادي يعني. واخد بالك؟ فاللي حاصل ان هو ايه؟ بص، اللي انت بتعمله دايما يا رأفت هو ريفليكشن، انعكاس لشخصيتك. فصوره الله في القرآن هي صوره معينه، انا اعمل كل حاجه، انا مشيئتي بس، انا قادر على كل شيء. وكل صفاتي ان انا حكيم تخدم القضيه دي. مش حكيم يعني، ما في حكمه شريره. ما في ناس يقول لك ده حكيم جدا، ده يدي لك الخازوق خازوق ويعرف يعمله ازاي ويدبر له ازاي مخ يا اخي ويرتبها ازاي. واخد بالك ده ازاي؟ وياما ناس كده. واخد بالك في حاجه اسمها حكمه هذا العالم، سميها حكمه جهاله، حكمه شريره. واخد بالك؟ فاذا كانت الحكمه بتخدم على انك انت تبقى متسيد على كل حاجه وتستخدم كل الناس، تستخدم الملائكة، ده حتى الشيطان في الإسلام قال لربنا أنت اللي غويتني وأنت اللي فتنتني. والشيطان ما رد، حسب الإسلام ما رفضش الكلام ده. ما رفضش. ليه طيب؟ خلينا نرجع عشان تفهم القرآن صح والله في القرآن صح. ليه طيب كده؟ هو كان يقدر الشيطان، كان يقدر يا رأفت يعمل شر يكون ربنا مش عايز؟ تجرى لك ايه؟ على رايك. لا ما انا جرى لك ايه يا حبيبي؟ ده لازم يعمل اللي كل حاجه انعكاس لله. طب تقولي طب لو كنت تقول ان الله محبه، طب ليه الشر موجود بقى في العالم لو كان الله محبه؟ الشر انعكاس لان الله محب لدرجه انه اعطى الانسان ان يكون حرا ويعبر عن نفسه ويستحمله حتى لو غلط ويحاول يساعده ان هو يفهم، لكن لا يفرض عليه. الرؤية مختلفة تماما تماما تماما. طيب أنا هاخد تليفون بس عشان خاطر حد معانا على الخط، الأستاذ سامح من فرنسا. أهلا بحضرتك يا فندم. يا مساء الخير يا فندم. مساء النور أستاذ سامح. مساء وصفك الكريم. ربنا يبارك. أهلا وسهلا. أهلا بيك. ربنا يعزكم ويديكم النعمة. أنا عندي بس نظرية بس صغيرة في إله الإسلام. إله الإسلام يختلف تماما عن الإله المتحيز. سامعني حضرتك معايا؟ مع حضرتك انا سامعك كويس، اتفضل. اله الاسلام الخير المطلق والشر المطلق في نفس الوقت. يعني صفات الشيطان موجوده في اله الاسلام، وصفات الخير
موجوده في نعم الاسلام. ويذكرنا هنا في جمله في سوره السوره اللي مش عليها ايه في سوره الاصحاح جمله رقم 16 اللي هي بتقول واذا اردنا ان نهل القريه امرنا مترفيها ففسقوا الحق فيها فحق القول فدمرناها تدميرا. وبرضه مقابل دي في صحيح البخاري في حديث صحيح كتب على حضرتك يا ابن ادم حضرتك من السنة. صح. طيب دلوقتي لما يجي اله الاسلام يؤمر بالشر ويؤمر بالفسق في القريه مترفيها يعني انت الغنايه على فكره يعني مترفيها حاجه ثانيه. ويجي في الاخر يحاسبني باي منطق يعني يؤمرني ان امر بالزنا يكتب عليها الزنا وفي الاخر يجي يحاكمني ويقول لي انت زنيت ايه؟ باي منطق؟ منطق الشيطان. لازم كلمة منطق مرتبطة. طب عندك تعليق تاني أستاذ سامح؟ حضرتك أسرتنا جدا. لا شكرا كفاية كده. بشكرك جدا جدا. أنا يعني مش عارف أنا مصدوم قوي. هل كل إخواتنا المسلمين هل أنت كنت تعرف كده وأنت مسلم؟ وأنا لسه في عايش حياتي العادية طبعا ما كنتش أعرف. وبعدين حاجة تانية مهمة. إحنا كانوا دايما بيصدروا لنا في ايامنا في الخمسينات والستينات يعني بالنسبه لي انا مواليد 45 بيصدروا كان الاسلام يعني ليه صوره يعني لحد كبير كويسه يعني واخد بالك لكن من لكن كانت في حركات زي الاخوان المسلمين وغيره وغيره عارفين ايه الاسلام الحقيقي واخد بالك وحركات السلفيه اللي ما كانتش باينه بقوه عارفين ايه الاسلام الحقيقي لما بدات يبقى عندهم الامكانيه بداوا يعلنوا الحقيقه والناس مخلصة للحقيقة ومقتنعين بيها واختاروها وبيمارسوها بس أنا بحب أخويا المسلم أنا بحب بلادنا واخد بالك أنا جاري وجارتي واللي فوق واللي تحت وزميلي في الجامعة واللي كنا في الشغل ما دول حبايبي واحنا اخوات يعني ايه اخوات يعني أنا يهمني أن يكون مستريح جواه يهمني يكون حاسس أنه ليه قيمة جواه يمين انه يكون حاسس انه ان علاقته بمراته دي شيء جميل شيء مليان حب ورحمه علاقته باصدقائه لكن ده انت المفروض تكره الـ 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 اليهودي والمسيحي تكره اللي بيكرهه ربنا وتحب اللي بيحبه ربنا يعني ايه تحب اللي بيحبه ربنا يعني حاجات ربنا عايزها تحبها واللي يعملوا الحاجات اللي بيحبها عايزها ربنا تحبهم واللي يعملوا حاجات ربنا مش عايزها مع ان هو برضك اللي ايه اللي بيعملها اللي مرتب الموضوع لكن هو عايزك تبقى عايز بعض ناس ما هو عايز من كل واحد اللي هو بيعمله فعايزك تكره اللي بيكرهه فبتكره اليهودي تكره المسيحي وده ده 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 دين ده اسلام واخد بالك بص 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 بص, بص بقول لك ايه برضك تكمله نفس الكلام ويبين لك ازاي ايه اللي ربنا بيعمله في سوره الانعام 6 آية 107 و108 يقول إيه؟ ولو شاء الله ما أشركوا. قادر تتخيل؟ يعني إله يقدر يخلي الناس ما يشركوش بالله وما يرضاش. أنا مش عايزهم إن هم ما يشركوش، أنا عايزهم يبقوا مشركين. تتصور؟ ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا. أنت حضرتك هتحاول تحفظهم لي؟ طب انا لو كنت عايزهم ما يشركوش ما كنت هخليهم ما يشركوش انا عايزهم كده وبعد كده اقول لك اقتلهم لان هم مشركين بالظبط ما كلها 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 ايه بص بالظبط المسرح بيعمل مسرحيه المؤلف كتبها والمخرج كتبها وبيملي على كل الممثلين اللي هم البشر الدور اللي هيعملوه ماشي بس اي واحد بيعمل مسرحيه بيبقى عنده غرض في الآخر أو المسرحية دي بتعبر عن يعني عايز ألاقي كلمة بالعربي يعني الاتريبيوشنز بتاعته أو الصفات الجوهرية بتاعته فهي الصفة الجوهرية إن هو بيعمل اللي هو عايزه دي صفة الجوهرية مش الحب لا 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 ما ده اللي احنا عم بنقوله ما دي الصفات الجوهريه بتاعته طب لما بيقول ودود وغفور ورحيم هو طبعا بيقول حاجات كتير لا تاني اكرر يعني انت حضرتك مثلا عايز تسيء لربنا
مش قصدي انت يعني يعني ال 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 يعني اللي بيفكر اللي بيفكر بيسال بس حتى السؤال بيسال سؤال خد بالك يعني انت هتحسب يعني الله في الاسلام ما يعرفش يبقى ودود يعرف هسالك سؤال انت ما شفتش ناس بيبقوا قتلين قتله ومع بعض ناس ودودين ولطاف وكلام من ده طبعا طيب واخد بالك ازاي لو ما هو ما يعرفش يعمل ود يعني بس بالمعنى الود مش بالمعنى الشعوري هو ليه معنى تاني واخد بالك او ما يعرفش يرحم او ما يعرفش يعمل واخد بالك انت ازاي تبقى ده نقص فيه دي الفكره ده يبقى نقص عشان كده خد بالك ليس حبا في الرحمه دي عايز اقولها لاخواتي بص الرحيم يبقى رحيم دايما المحب يبقى محب دايما الذي اللي الانسان ليه قيمه في نظره يبقى ليه قيمه في نظره دايما انما مع شويه يمسح بيهم البلاط لانه عايز كده ومع شويه تانيين يرفعهم فوق لانه عايز كده وهو اللي عشان يبين انه يقدر لو انت بتقيد قدر الانسان كنت هتقدر ده وهتقدر ده يعني مجرد المسرحيه دي موجوده عشان خاطر الكاتب والسيناريو والحوار وكل حاجه يقول انا 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 موجود وشخصيته مش مركزها الاخلاق ولا القيم ولا الحب ولا غيره دي شخصيه الاله ده شخصيته مركزها انا ومش معقوله ما ولو قال لاتباعه اكرهه بس ها يبقى كانه بيدعوهم انهم يعملوا حاجات وحاجات تانية هو بيحب برضك يعملها بس قال لهم ما تبقوش تعملوها لا هيقول لهم برضك نفس الحكايه عشان كده تلاقي اي حاجه عشان كده المسلم يقدر يكره براحته ويحب براحته يعني عنده حاجات يحب على الناس يحبها وعنده ناس يكرهها عنده ناس يشفق عليها وعنده ناس يذبحها طب فين القيمه فين 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 الاخلاق فين هل انت قلبك بيحمل الحاجتين وحاجتين في بعض في نفس الحكايه انت هدفك تتكلم عن الشخصيه الاسلاميه الشخصيه الاسلاميه الغاليه على قلبنا ليه بيبقى كده علشان خاطر مفرغ سامحوني الاله بتاعه مفرغ من القيمه والحب نظرت لما واحد يخلي كل البشر يعملوا بس اللي هو عايزه بس ما حدش يعمل حاجه غير اللي هو عايزه لغى قيمتهم لغى حريتهم لما يخلق بني ادمين ويبقى عايز يدخلهم جهنم فيخليهم يعملوا شر عشان يخشوا جهنم يبقى ده ما هياش فيها حاجه اسمها انا بقدر الاخرين او بحب الاخرين او عندي اهداف ساميه في حياتي اذن الذي نتعلم ونتربى عليه في مجتمعاتنا الاسلاميه لا يخلق الشخصيه الاخلاقيه لا يخلق الشخصية. هل معنى كده ما فيش حد في مجتمعاتنا اخلاقي لا الانسان مخلوق عشان قادر يبقى عنده اخلاق والانسان مخلوق عشان قادر يحب اخوه يحب ويحب اللي ويحب الكل مش يحب ناس وناس لا فالطبيعه بتاعت الناس بتغلب عليهم في بعض الاحيان وفي بعض المواقف لكن اليوم اللي فيه يقرر ان هو يدي عمره لله بحسب ما هو مكتوب الطيب اللي كانوا بيقولوا عليه طيب يروح يذبح قسيس في الكنيسه بتاعته ازاي ده حصل يقول لك اتلغت عنده حاجه اسمها قيمه الانسان اللي المفروض اعمله هو حب بقت ممكن اكره الى المنتهى واحب برضك الى المنتهى دي الشخصيه اللي بيعملها اله الاسلام في المسلمين طيب ايه ويزين للناس اتفضل ايه قيمه الضمير يعني الضمير هنا موقعه فين في الاسلام او في نظر ربنا مش الضمير ده مفروض البوصله اللي على المستوى الانساني الطبيعي ملهاش دعوه بالاديان اللي بتخلي الانسان يفرق ما بين الصح والغلط يفرق ما بين الكويس والوحش ولا الكويس اصل انت بتقوله ده معناه ان حتى الكويس والوحش ما بقالهمش قيمه في حد ذاتهم ما هو في الـ يعني طبعا لو يعني مسكت الموضوع وجردته الى اعماقه السبع صفات او الاسماء الاساسيه لله في الاسلام اقول لك السبع صفات الهم لله يخليك السبع صفات الاساسيه لله انه هو انه هو حي الحياه صفه الحياه يعني وصفة الإرادة اللي هي المشيئة
وصفة القدرة والعلم والسمع والبصر والكلام. دول يسموها الصفات الثبوتية. يعني ايه؟ يعني دي الصفات الجوهرية لشخصية، مش بيستخدم كلمة شخص شخصية او كده في الاسلام يعني، بس ده التعبير بتاعنا. لكن دي الصفات السبعة الاساسية لكينونة الله، لذاتية الله، حتى يسموها الصفات الذاتية. خد بالك بقى، الصفات الذاتية او الصفات الثبوتية اللي بتبين حقيقة وجوهر هذا الايه، هذا الاله ايه. حاول توريني فيهم واحدة بتتكلم على الاخلاق او الحب او العلاقة او القيمة او شيء يعني غالي على البشرية من جهة اللي يصنع ما بيننا وبين بعض حياة وحب وراحة سلام قيم معاني نقاء. وريني واحدة منهم. الحياة بيدي حياة، بيصنع حياة. طبعا ده مش الله الحقيقي، احنا بنتكلم على الاله اللي بالصورة اللي بتتحط في القرآن يعني. ايه السبع حاجات الذاتية بتاعته اللي بتشكل شخصيته؟ حياة. التانية يريد. انا ممكن اريد وحش واريد حلو، صح طبعا، ملهاش علاقة. طيب القدرة شيء عظيم، بس القدرة ممكن استخدمها كويس ممكن استخدمها وحش. صح. طيب العلم، اعرف كل شيء. ممتاز، تعرف كل شيء. هتستخدم العلم في ايه؟ ممكن تستخدمه كويس ممكن تستخدمه وحش. شوف ازاي بيستخدموا العلم يعملوا قنبله ذريه، يستخدموا العلم يعملوا حاجات يسمموا بيها الناس. ممكن اي حاجه العلم يعني. طب السمع، بسمع كل حاجه، ما فيش حاجه ما بتتسمعش، ماشي، بس بتسمعها باي قلب؟ تسمعها وانت كلك حب وكلك اهتمام انك تحمي وكلك انك انت تفرح بخليقتك، ولا بتسمع بتقول انا هنا وشايف كل حاجه وما حاجه تستخبى عليا وهعرف كل شيء؟ دي حاجه ما التفاصيل هتورينا يعني. السمع مفيش مورال فاليو، مفيش مورال فاليو في السبعه. طيب البصر، بشوف. هل لو انا بشوف يبقى مش ممكن اكون شرير؟ ملهاش علاقه. ها طيب الكلام، لو بتكلم يبقى لازم اكون صالح؟ لا، ما فيش حاجه في الوجود اذت الناس قد الكلمه اللي بتطلع من بق الناس. فالله ذاتيته الحقيقيه هي السبع حاجات دي. بقيه الصفات تخدم على السبع حاجات دي اللي هم ما يقال 99 اسماء من الحب، كله يخدم على دي. خد بالك هذه الاسماء، خد بالك لازم تفهم حاجه، لازم تفهم حاجه. السبعة دول أساسيين موجودين دائما وفي كل شيء ممكن يشتغلوا. أما صفة مثلا الرحمة، يرفع يخفض، الرافع يرفع وبعض الأحيان ما يرفعش، ما هيش حاجة إيه لازم يرفع. الخافض ممكن يخفض ممكن ما يخفضش. الرحيم ممكن يرحم وما يرحمش، واخد بالك؟ يعني دي صفات تستخدم حسب غرض صاحب الصفات الصفات الثبوتية السبعة أو الذاتية السبعة. فالله بحسب صورة الإسلام يا حبيبي، وده اللي أنا عشان بموت في إخواتي، واخد بالك؟ فبنحب ننور عشان خاطر أخويا يحس إحنا لا إحنا فاضيين نهاجم، ولا إحنا عندنا في قلبنا رغبة إن إحنا مثلا متغاظين ولا عاملين. يعلم الله، يعلم الله القلب ما فيه إلا الشعور اللي بيشعر به الله أبونا السماوي الذي يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحقيقة. حبوا أعداءكم، بركوا لعنيكم، احسنوا إلى مبغضيكم، صلي اللي بيسيء إليك. أنا لو أنا دلوقتي مش بحب مسلم أو عايز أكسبه ولا عايز أغلبه ولا عايز يبقى أنا في شر عظيم على طول كده. لكن القضية بالنسبة لنا هي دي الحقيقة. الله مرجعيته تخدم على السبع صفات الذاتية ده هي. فايه بقى، عارف بقى ايه اهم بقى؟ عارف ايه بقى ايه اهم صفات بقى في دولي شغالين في كل حاجة؟ صفة المشيئة. كل حاجة يرجعها لانه هو يريد كده ولانه يشاء كده. باختصار واحد كل هم يقول انا ما فيش حد غيري. والقدرة انا اقدر اعمل القدرة على كل شيء. لو ما يقدرش يعمل شر يبقى مش قادر على كل شيء. ده منطق اسمه منطق. طيب هنطلع فاصل قصير، احب يعني
يعني في خلال الجزء الفاصل دوت انه برضو نعرض البرومو بتاع برنامج رائع جدا 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 بيتعرض على قناة الحرية، ويعني هنحط عليه فوكس جامد جدا، وحطينا ولكن هنزود العدسة الكبيرة عليه. برنامج رائع جدا جدا جدا، برنامج اسمه رحلة لمعرفة الله، في الدكتور إبراهيم والأخت هدى، هما الاثنين جايين من خلفية إسلامية، بيتكلموا وبيشرحوا خبرتهم هنا وهنا، وكل الكلام اللي حضرتكم بتشوفوه النهاردة بتسمعوه ما هو إلا إكسيرب صغيرة من البرنامج دوت. في حوالي 50 حلقة منتجة فعلا. أتمنى من حضراتكم، إحنا هنحط البرومو دلوقتي ونحط كمان معاه المواعيد بتاعته، وهنكون بنحط دوت بطريقة دائمة، وتلاقوا الحلقات ديت كمان موجودة على اليوتيوب بتاع القناة. خلينا نشوف مع بعض هذا الفاصل اللي بيشمل هذا البرومو. والقلوب مرفوعة تشكي ليه الضمير عايش في غرب، أمهات وعيون بتبكي وساعات بتمر صعبة، والقلوب مرفوعة تشكي ليه الضمير عايش في غرب، الفراق ملا كل حتة والدموع أوجع سكتة، بس لما تدافع انت مين يا رب هيبقى غالب، الفراق ملا كل حتى والدموع اوجع سكتة، بس لما تدافع انت مين يا رب هيبقى غالب، ما يحصل لينا ثابت الايمان فينا وقوي، لو هموع الناس دي ما الصلاة نلقى الإجابة والكنيسة تزيد صلابة، مهما صوت الضيقة يعلى الألام راح تنتهي، مهما يحصل لينا ثابت الإيمان فينا وقوي، لو جموع الناس دي ماتت في حياة هتبتدي، بالصلاة نلقى الإجابة والكنيسة تزيد صلابة، مهما صوت الضيقة يعلى الألام راح تنتهي.
لهم لحظة قتلوا ناس من غير أي ذنب نفذوا بعديها سألوا هو ده يرضيك يا رب لما عينهم لحظة قتلوا ناس من غير أي ذنب نفذوا بعديها سألوا هو ده يرضيك يا رب اسمع عندها نصلي ليها عمرنا في يوم ما نعديها حقنا عارفينها تاخده وعننا دايما تحاول اسمع عندها نصلي ليها عمرنا في يوم ما نعديها حقنا عارفينها تاخده وعننا دايما تحاول ما يحصل لينا صلاة نلقى الإجابة والكنيسة تزيد صلابة مهما صوت الضيقة يعني الألام راح تنتهي مهما يحصل لي سلامة الإيمان فينا وقوي لو قوة الناس دي مادت في حياة هتبتدي بالصلاة نلقى الإجابة والكنيسة تزيد صلابة مهما صوت الضيقة يعني الألام راح تنتهي اهلا بيكم اعزائي مره تانية وعايز اقول لحضراتكم انه برنامج رحله لمعرفه الله من البرامج المحوريه في خطه و قناه الحريه موجوده مش عشان خاطر تبقى في قناه موجوده زي يعني مش عايزه تبقى واحده وقنوات وخلاص مش دي القضيه خالص يعني اعتقد اغلب القائمين عليها كانوا ممكن يعملوا حاجه تانية غير كده لكن في نوع من الاستنارة اللي بتطلق الحرية تعرفون الحق والحق يحرركم دي الدعوة اللي ربنا حاططنا عشان خاطر نكون فعلا بنقدمها على الشاشة مش عشان خاطر يبقى فيه كلام مستهلك ومتكرر والناس اتنفخت فيه وعظ لا فالنهاردة مثلا برنامج زي البرنامج بتاع رحلة لمعرفة الله احنا فعليا عايزين نشوف لانه يهمنا جدا انه الغاليين على قلبنا اللي بنحبهم جدا إخواتنا المسلمين إن يكون واضح قصادهم ده يا جماعة مش هجوم مش هجوم بالعكس ده حب ده حب وتنوير ده منتهى الحب أنا النهاردة لما لاقي حد بيجري بالعربية بتاعته من غير فرامل علشان خاطر يعني هيقع من على حافة الجبل وهتتقطم رقبته كون إن أنا أعمل أي حاجة علشان خاطر أشده حتى لو هو
مش واخد باله، حتى لو هو سعيد بالإثارة اللي جاية مع الأدرينالين اللي مع السرعة ومع الإحساس بالمغامرة، يبقى أنا بحبه. يا جماعة صدقوني ده قلب الحب، وغرضنا في القناة إنه فعلا تكون استنارة. عشان كده برامج زي 10-40، أقوال النبوة، رحلة لمعرفة الله، برامج للإدمان، برامج لحاجات كتيرة قوي موجودة علشان خاطر تخدم الغرض دوت. إزاي يبقى فيه استنارة؟ بعد كده كل واحد بقى من حقه إن هو يختار، بس يكون على الأقل اتعرض قدامه الحقيقة، الحقيقة للي هو بيفكر فيه من ناس عاشوه ومن ناس اختبروه، من ناس يعني اتولدوا في هذه الإيمانيات. وفي نفس الوقت نقدر كمان ان احنا نشوف كلمة الله بتقول لنا ايه في الكلمة النبوية وغيره وغيره وغيره. فمن فضلكم احنا هنبقى بنعمل البرومو ده كتير علشان خاطر انا نفسي انه اكبر عدد من حضراتكم تقدروا تشوفوا البرنامج دوت، سواء اللي انتم قلبكم عايز يفهم ما هو الإسلام، لأنه لازم نفهم بعض. حاجة تانية علشان خاطر أحبائنا المسلمين اللي بيشوفوه ويراجعوا ويشوفوا وهم أحرار يختاروا، ولو عندهم اعتراضات من فضلكم كلمونا وقولوا لنا أي اعتراض ممكن يكون عندكم. أرجع للموضوع بتاعنا النهاردة، ويمكن نمد الحلقة شوية علشان خاطر الحقيقة أنا في حاجات برضو يعني بالنسبة لي بتمثل علامات استفهام كبيرة، يمكن سألت على موضوع الضمير. لكن اللي بيحضرني دلوقتي يا دكتور إبراهيم إنه طيب يبقى فكرة إنه إن إحنا نقتل المرتد، مع الاعتذار ليك طبعا يعني أي مفروض إنها فكرة صائبة. أي يعني أنا بصراحة شايف إنه مفروض إن بناء على اللي أنا شايفه ده يعني فعلا المرتد ملوش أصلا مكان في الدنيا. إذا كان الناس اللي بتعمل كويس وفي الآخر هتروح جهنم عشان خاطر في الآخر قلبهم هيستمال ومش عارف إيه وكده، بس هو السؤال طيب ما هو برضو مين اللي خلاه يرتد؟ بس على الرأي ما أنت قلت لي برضو المسدس. يعني شوف ال- 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 الدين الإسلامي بيربي الناس لو تبع إله الإسلام إن تكون طبيعتهم وشخصيتهم متأثرة بشخصية إله الإسلام. طبعا ده مش معناه إن هم في أمان يعني، واخد بالك، لكن يعني إيه لازم يرضيه، يعني يرضي الله، لأن عنصر التخويف ضخم جدا في الإيه في الإسلام، واخد بالك، على الأرض وفوق. يعني انت لو انت مسلم في مجتمع مسلم وبيطبق الاسلام والاسلام ليه قوته الحاكمه، يعني ما تقدرش غير انك انت لازم تمارس الاسلام. ولو ما مارسش الاسلام زي ما في التفاصيل بتاعته اللي هم عايزينها، واخد بالك، انت هتتاذي، تتجلد، تتقتل، اي حاجه ممكن تتخيلها، يتاخد منك زوجتك، يعني كل شيء ممكن يحصل. يعني الشخص المسلم، الله، إله، صورة الله في الإسلام بتعلمه إن ما يكونش أخلاقي، واخد بالك، ما بيكونش محب، ما يكونش، لكن يكون إيه، يكون بيسمع كلام ربنا. أنا فاكر لما كنت في السجن، سجنت أنا في سنة 89 عشان خاطر إن أنا متنصر، وقالوا إنك أنت بتبشر الناس وكده هو. في واحد من الناس كان من جماعة الجهاد، أنا كان السجن كان تكفير والهجرة، كان كتير جدا لا جماعة الجهاد، جهاد أشد، في تكفير والهجرة وفي الجهاد وفي الإخوان، كل دول كانوا موجودين يعني، كله كان موجود. بس كان في واحد منهم من كتر اللي بيني وما بينه كان حلو، فكان بيحبني، بس هو كان بسيط، مش من المفكرين يعني، بس من التابعين في الحركة. فواحد شقي برضك مسلم، قال له حصلك سؤال، فاكر اسمه ايه دلوقتي؟ قال له ايه؟ قال له انت ايه رايك في الدكتور ابراهيم؟ قال له ده راجل حلو قوي. قال له انت بتحبه؟ قال له طبعا بحبه. بس راح قال له ايه؟ افرض الكبار بتوعك في الجماعه قالوا لك اقتله، تعمل ايه؟ بص لي كده وقال لي ما تزعلش يا دكتور ابراهيم، هقتلك. واخد بالك؟ فالنقطه هي هنا ايه؟
النقطة إنك أنت عايش في دايرة زي المجتمعات الدكتاتورية المخيفة اللي فيها العنف زي هتلر، واخد بالك، زي المجتمع الشيوعية في أيام ستالين، واخد بالك إزاي؟ أنت 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 في قوة يعني مسيطرة ومرعبة ومخيفة، ولابد إنك أنت تحترمها، واللي مش هيحترمها هيحترمها في السجون وهيتدبح وهيتقتل وهيتشرد اهله وكل حاجه. فالاسلام لو انت تيجي تقول بس انا مسلم بحب عايز ابقى مسيحي يرضوا؟ لا. طب هيسكتوا؟ لا. لو اسلام صح يقتلوك؟ تتقتل. طيب لو انا مثلا مسلم وفي مجتمع اسلامي مظبوط وفي حاجه اسمها زي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما دي قدرات على اي اساس يبنى المجتمع الاسلامي؟ يعني بعض اساسيات منها الخلافه. ليه الخلافه؟ عشان في سلطان، في حكومه، والحكومه دي في ايد الاسلام، والاسلام ينفذ اللي هو عايزه، واخد بالك؟ في حرب. ليه الحروب؟ عشان خاطر البلاد، عندي قوه، البلاد اللي جنبي اللي هي مش مسلمه انا وانا قادر. وده كان حاصل ايام الامبراطوريه العثمانيه وايام الفتوحات، ايام الرسول وايام الصحابه والخلفاء اللي بعد كده. ايه كان اللي بيحصل؟ بيتوسع الاسلام والناس بتسلم. ليه؟ بيروحوا لهم وبيقولوا لهم يا تسلم يا هتتقتل لو كانوا مش يعني وثنيين او كده. طب ولو كانوا مسيحيين او يهود؟ يا تسلم يتدفع الضرائب ويخش يملكوا أرضك برضك. طب لو رفضت يبقى هتتقتل وهيخش في حرب ويدبحوك. طب فين ده اللي نرجع بقى ليه؟ دي الصورة بتاعت الله. يبقى إذن هنا الإله في الإسلام إله بيفرض ما يريده، لا يهمه ما تريده أنت. أنا كان اللي كان في أمن الدولة في الجيزة، في الجيزة كانت فعلا مرة بيناقشني بيقول لي على فكرة يا دكتور إبراهيم احنا مفروض ان احنا نقتلك لانك انت مرتد. عارف قلت له ايه؟ وكسف الراجل. قلت له الحقيقه كان اسمه عصام، يا عصام بيه الحقيقه يعني ان انا ابرأ بالله ان هو يقول لي اذا كنتش تعبدني هقتله. طب لو انا عبدته وهو كده، انا بعملها عن حب وتقدير له ولا من الخوف غصب عني؟ انا بعتبر ربنا هيكون اكبر من كده كتير. الراجل ما بقاش عارف يقول ايه، سكت. بس هم كان متضايق، واخد بالك؟ فالصوره اللي بيقدمها، بص بص، الصوره اللي بيقدمها الاسلام للمطلوب من المسلمين هي ايه؟ الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني امر بالمعروف مش تعرف الناس المعروف، مش تفتح قلبهم على المعروف، مش تهيئ مناخ للمعروف، مش تعيش انت المعروف فيقول شوفوه جميل ويحبوه. لا، المعروف لابد ان يتم بالامر، واذا ما حصلش هناك عقاب. واخد بالك؟ ما تصليش ينذروك، ما تنذروك بعد كده تتجلد. طب افرض حتى بعد كده، بعد كده حتى بعد الجلد برضك مصر انت منحس وبرضك مش بتصلي، يقتلوك. حصل ايه لما بعض المسلمين لما مات الرسول ابو بكر؟ عمل ايه لما في اليمن وفي بعض اماكن وقفوا عنهم يدفعوا من الزكاه؟ حروب الرد، الزكاه على طول. قال لك ولو اي فرد من الفروض اللي تركها لي الرسول حد احاربه عشان خاطره. اذا ده دين مش بيعتمد على انك انت تريده، ده بيعتمد على ان هو بيخوفك وبيلزمك وانت مضطر انك تعمله. هنا دي قيمه الانسان في الايه؟ في الاسلام. دي قيمه الانسان عند الله. عشان كده احنا في مجتمعاتنا العربيه يا يا يا, يا رأفت قيمتنا صغيرة قليلة طبعا، قيمة الزوجة قليلة، قيمة الزوج قليلة، قيمة الأولاد قليلة. اللي احنا نتميز بأن احنا عاطفيين في أغلب الأحوال، فعندنا مشاعر جياشة، فممكن نبقى محبين قوي قوي قوي، لكن ممكن نروح قلبين ومكسر الدنيا ونقلب الدنيا. ما بيحكمناش قيم، ما بتحكمناش. أنا مش قصدي على الإطلاق، لكن بتكلم على المناخ العام، لأن ياما في ناس حاجة تشبع القلب يعني. طبعا طبعا. طب عشان خاطر معانا على الخط منال، الأخت منال من مصر، أهلا بحضرتك يا فندم، تفضلي حضرتك على الهواء. أهلا بك، أهلا بك يا دكتور، بمسي على حضرتك وعلى دكتور إبراهيم. وعايزة أقول له يا بختك يا دكتور لأن السيد المسيح لمس قلبك وأنت دقت محبته فعلا ودور عليك. فعايزة أقول له حاجة، معلش بعد إذنك لو سمحت لي دكتور. تفضلي. دور عليا الغالي من بعد عذاب الليالي، من بعد تجربة قاسية،
وذلت نفسي العافية. وأنا كنت فاكراك يا سيدي أتاريك ويايا عايز جوايا وفي كل لحظة بتكون معايا. لما بقع بقوم يا فانيدني كل يوم يا فانيدني وقت الشدة ومعايا وقت الدين. حبك يا رب علمني ما يهمني في أي شيء ولا خاف من مخلوق مهما يكون ثم أنت معايا يا رب الكون. من يقدر عليا وأنا ماسكة في إيد فريا ومن يقدر ياخدني منك وأنا أصلي حتة منك. مهما تخايف فيا مش راح تقدر عليا ما خلاص فكت قيودي وبقيت في حضن فديا. حبك يا رب علمني إزاي أكون قوية. شكرا ليك يا دكتور رأفت. شكرا شكرا ليكي. شكرا ليكي تعبير شكراً حقيقة. أنا اتصلت على حضرتك قبل كده برضه في البرنامج يوم استشهاد ربنا وقلت الدنيا غيبة. أمين أمين أمين. طيب أنا عندنا بعض الفيديوهات عايز أعرضها إبراهيم يمكن تأكد اللي أنت بتقوله دوت. أنا بس في حاجة بتحضرني عشان كده موضوع الخلافة موضوع رئيسي طبعا هم عايزينه ليه؟ عشان خاطر يبقى فيه سلطان وعشان خاطر يلزموا المجتمع لأن كله لأن ده ريفليكشن حقيقي لمن هو الله في الإسلام. بالظبط عشان كده الإسلام عشان كده بقى يبقى كل على خلاف بقى اللي هم إذا كانوا إيرانيين ولا شيعة ولا سنة ولا داعش ولا غيره ولا قاعدة ولا كده إنه في الإسلام ما فيش غير حاجة من اتنين دار إسلام ودار حرب وخلصنا على كده. ما فيش حاجة في الوسط. طالما هي مش دار إسلام تبقى دار حرب. إن شاء الله يكون إنجلترا إن شاء الله يكون أي بلد إن شاء الله يكون أي حتة في الدنيا جزيرة في البحر دي مش دار إسلام تبقى دار حرب. بص كل من هو غير مسلم عدو لله ويبقى عدو للمؤمنين كده على طول. على كده يبقى في ناس مؤمنين أكثر إنسانية من إله الإسلام طبعا كتير أو أكثر مش عايز أقول معي مش التعبير الله مش إنسان طبعا لكن لا أقصده أكثر يعني أكثر يعني في مشاعر في قلب وفي حب وفي قيم وفي تقدير في علاقة. طب أسأل سؤال برضو أخير ونخش برضو عن فيديوهات مهمة قوي. النهاردة لو أنا كبني آدم هرجع لموضوع الضمير أنا كبني آدم مخلوق طالع لسه 17 سنين عشي whatever it is ومتربي بطريقة في مكان فيه نوع من الهدوء من السلام من الإحساس بقيمة البني آدم أو غيره ماليش دعوة بالأديان خالص ده واحد ملحد أي. والشخص دوت بيبقى عنده إحساس بالناس أي. ومرات بيبقى مرهف الحس مرات بيبقى كذا مرات بيبقى كذا أي. الضمير دوت زي ما يكون بوصلة بتقول للبني آدم لا ابعد عن ده ده مش حلو ده مش ده يعني الإنسان جواه حاجة بيسموها النيت يعني حاجة عضوية تكوينية جواه بتقدر تفرق ما بين الحلو والوحش الصح والغلط ودايما ماشي ناحية اتجاه الحياة اتجاه ما يبقي الحياة اللي خلي الحياة تستمر. الإنسان مخلوق ليعيش أيوة. ثقافة الموت ما هياش جزء أساسي وطبيعي. إما اللي بيتقال إن الإسلام دين الفطرة ما هي الفطرة مش كده أي صح. الفطرة نفسها متجهة رغم إن الإنسان فاشل في إن هو يعمل كده أيوة. عشان خاطر الخطية عشان خاطر الطبيعة الساقطة عشان خاطر ده المسيح بيقول كده. لكن بغض النظر الإسلام مش ممكن يكون دين فطرة بناء على كده لا لأن في ناس بالفطرة أكثر عدلا من كده شوف أكثر منطقية طبعا. من كده طبعا. بص أي إنسان عشان حتى نقولها بطريقة برضك كمان بتأكد نفس فكرتك أي إنسان لما تحبه يفرح عمر ما سمعتي على إنسان لما تكرهه يبقى صحته تترد كده ويتحمس للحياة لأنك بتكرهه وعمال تسكه عمرها ما تحصل واخد بالك إزاي؟ طب ده معناها إيه؟ معناها أن الوجود خلفه خالق عامل تكوين الخليقة يعيش وينمو ويفرح بإيه؟ بالحب والسلام والتقدير والتشجيع والتكريم
واخد بالك، والنقاء والنوايا والنوايا الحسنه الصالحه. اي واحد مننا واخد بالك اي صفه وحشه بتاذي صحته يكره تاذي صحته. فلو كان اله بيقول ان انا اقدر احب واقدر اكره واخد بالك، طب الكراهيه في 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 الخالق الحقيقي بتاذي الانسان. اذا الكراهيه دي مش 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 صنع الله، الكراهيه دي انتاج بتاع ابليس وانتاج بتاع الناس لما بعدت عن الله تكره. يعني كل ما يبني الانسان دايما حب، خير، صلاح، سلام، تقدير، تكريم، صحتك تبقى احسن فيه، نفسيتك تبقى احسن فيه، انتاجك يبقى احسن فيه، العلاقات تبقى افضل فيه، المجتمع بيبقى افضل فيه. فاللي خلف هذا اللي عمل الستراكشر التكوين الاساسي للانسان وللوجود صالح فقط، محب فقط، خير فقط، نقي فقط، مش قادر على كل شيء ويقوم يعمل كل حاجه الكويس والوحش، يشاء اللي عايزه بصرف النظر عن اي قيم. وهات واحد حر، يعني هات مثلا عيلة، الراجل مثلا دايما يحترم مراته ويحبها ويقدرها ويقدر تفكيرها ويسمعها، ولو حتى قال رأي وبعدين قالت رأي تاني ولقى انه رأي صائب ولا حلو قوي، انا بحب جدا تفكيرك، انا عمري ما ألغي انت بتفكر ازاي، بالعكس ده انت ما انت زي وانا احسن منك في ايه، ان انا اكون بفكر وانت ما تفكريش، انك انت حرة وانا حر وانت مش حرة، واخد بالك ده ازاي. هذا البيت بيت غني، بيت سري، بيت فرحان. ليه؟ لأنه بيعيش على الحرية. إله الإسلام ليس لا يعترف بحاجة اسمها حرية إطلاقا. الحرية وسيلة لأنه هو يبين قوته، إنه أنا أعطيك حرية مش هتعمل غير اللي أنا بعمله برضه. حرية أنك تختار المفروض عليك. المفروض عليك. زي ما قال الغزالي. أتصور أنت حرارك يعني آيتين لفتين نظري قوي. في سورة الإنعام سورة 6 107 108 الآيات، ولو شاء الله ما أشركوا، أنا قلت لك جزء منها، وما جعلناك عليهم حفيظا، يعني سيب أنت بتحاول تحميهم ليه؟ لو أنا كنت عايز إن هم ما يشركوش كانوا مش هيشركوا، سيبهم يشركوا، أنا عايز كده. بص، وما أنت عليهم بوكيل، أنت مش وكيل عنهم. كذلك آية 107 يعني في حتة سيبتها بس عشان خاطر ما يبقاش الكلام طويل. كذلك زينا، بص الكلام، زينا يعني بيزين يعني بيحلي، زينا لكل أمة ايه عملهم، يعني اللي عملوه ده انا اللي زينته لهم انهم يعملوه. قدرت تتخيل؟ زينا لكل أمة مش حتى الافراد عملهم، ثم الى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا. ادي بقى انه عليم بقى بيستخدم كل حاجة، ينبئهم بما كانوا يعملون، يعني أنا عارف كل حاجة، أنا شايف كل حاجة، طب إيه نيتك؟ أنا زينت لهم اللي عملوه ده. بص الآية اللي بعديها يقول إيه؟ أفمن زين له في سورة فاطر سورة 35 آية 8، أفمن زين له سوء عمله، خد بالك بيزين له إيه؟ سوء عمل، سوء العمل. أفمن زين له سوء عمله فرآه ايه حسنا. يعني هو عمل الشر وخلاه حسن في نظر لانه هو زينهوله فبان ان هو ده كويس، وفي الاخر وداه في داهيه علشان خاطر عمله. بص تكمله الايه ايه، بص تكمله الايه ايه عشان تبقى شايف الامر ايه. فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فان الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. ما هو لو قال لك يضل من يشاء وسكت، لا ده كمان بيعرف يهدي، ولازم يقول لك انا بعرف كل حاجه. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، ما تتحسرش عليهم. ليه ما تتحسرش عليهم؟ ما انا اللي عامل ده، هتتحسر لي على الناس انا اللي عايزهم كده. يعني انت تخاف عليهم اكتر مني. وتتحسر ليه؟ انا مش متحسر، انا مش عنديش قلب لهم، انا ما عنديش حنان عليهم، انا مش زعلان ان هم هيروحوا في جهنم وفي 60 دقيقه. هكررها تاني لانه قالوا لي حتى في الكنترول ظهر يعني
عايزين نعمل خط عليها. الله بيزين عمل شرير يعمله الواحد. أيوة. يتخيل الإنسان أنه حسن. أيوة. فيعمله. أيوة. وبعد كده يروح موديه في دهية ومعاقبه. لأنه عمله. لا وهو عارف من الأول. ومنتهى صراحة بيقول ما بيخبيش القرآن شخصية الله هنا إيه. بيقول إيه؟ فإن الله يضل من يشاء. على طول يعني بعدها بيقول على طول الله بيضل اللي هو عايز يضله. عشان كده بص دايما دي كلمة عايز أقولها لكل أخ وأخت، إذا تبنيت أي أخ مسلم، وبقول لأخواتي المسيحيين عشان إحنا مسؤولين عنكم يا أخواتنا المسيحيين إنكم تفهموا، عشان خاطر ما تتصوروش من الكلام ساعات اللي ما هوش حقيقي معسول وبيحاول يلون الحاجات، إنه تظن إن ده الله ده 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 ربنا كويس في الإسلام، ده الله ده الإسلام بيكلم كلام حقيقي. إحنا مسؤولين عن إحنا نفهمك، لأنك أنت ابننا، أنت بنتنا، إحنا مسؤولين نشرح. وحتى أخوي المسلم أنا مسؤول إن أنا بحبه، أنا مسؤول إني أحبه. الله حبه لدرجة إن جاله على الأرض مخصوص في صورة بسيطة عشان يوري له في سلوكياته وفي أعماله إنه بيحبه، بيحب البشر كلها، وادي صفاتي أنا، واخد بالك؟ أنا مسؤول إن أنا أحبك. أيا كانت التضحيات بتاعتنا، لكن ده دي 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 مسألة حب. فالله يعني أنا مسؤول إن أعرفك إن هنا هو الله بيخطط في كل شيء إن هو يضل ناس ويحببهم في اللي بيعملوه ويزينه لهم ويسهله لهم ويبقى هو اللي عمله ويقول أنا بضلله. منتهى البساطة. طب ليه كده؟ يقول لك أنا أقدر أعمل كل حاجة في الآخر. أدي كل القصة أقدر أعمل كل حاجة. عشان كده عايز أقول إيه، نحن نحتاج أن نبني مجتمعاتنا العربية. مش الأيام دي كل بيصرخ وبيقول في التلفزيون في القنوات كلها عندنا تجديد الخطاب. لا مش بس تجديد الخطاب ديني، احنا ايه اللي جرالنا في بلادنا؟ احنا بقينا ما فيش اي اخلاق، ما فيش مبادئ، ما فيش قيم، ما فيش كذا، واخبرنا ازاي؟ على فكرة لو كانت الدنيا لو فقر وكان صعوبات وكل حاجة، لو يوجد معرفة للإله الحقيقي المحب، صدقني هتحصل ثورة محبة وثورة بناء وثورة تجديد. انما طول ما احنا فاقدين لقيمة اخويا وقيمتي وقيمة الست، واخد بالك، وقيمة الموظف اللي تحتية، واخد بالك، طول ما انا فاقدين قيمة الناس، قيمتي، قيمة القيم، الأخلاق، هتبني مجتمع ايه نوع؟ انا بس بيحضرني حاجة صغيرة. انا فاكر لما انت يعني زي ما قال لك الراجل بتاع امن الدولة. أيوه. في الجيزة قال لك انت لازم تموت. أيوة. هم فعلا عملوا كده، هم رموك وسط جماعة الجهاد في السجن وقالوا لهم ان انت متنصر علشان خاطر ايه، هم عليهم اعدام ومؤبد وحاجات زي كده، هياخدوا فيك ثواب ان هم يموتوك. واللي انا فاكره انه انت وهدى، يمكن يعني عرفنا عن فين مكانك بعديها بفترة، يمكن 15 يوم ولا حاجة، لانهم خدوك زوار الليل وما عرفناش حاجه لغايه ما كناش عارفين هدى، كانتش عارفه ولا حد عارف انا فاني حاجه. لكن بعد كده حصلت انه انت الناس دول اتحبوك يا ابراهيم. ايوه يعني انا بحب الناس بغض النظر عن الدين. قدرت ان انت تستجلب الجانب الانساني اللي مش متغطي بالدين. ايوه ساعتها. ايوه بس هو قال لك لا هتيجي عند الدين لا هموتك. أيوه. بس انت حبيبي. ايوه ده معناه انه حتى جوه الشخص. أيوة. اللي هو مغلف بهذا الغلاف السميك. أيوة. من الريفليكشن او الانعكاس بتاع هذا الاله. أيوة. لما احيانا الجانب الانساني فيه بيسيب له مجال ومساحة. أيوة. بيطلع. أيوة. وبيقب. أيوة. يعني في ناس ما كانوش بيطلعوا الفسحه بتاعتهم عشان يقعدوا معاك. ده انا كنت اول ما الساعه اللي هنطلع فيها، اول ما اطلع من الزنزانه الاقي كذا واحد جه وعايزين، اهلا يا ابراهيم عايزين نقعد معاك، ونروح داخلين قاعدين نقعد معاك ونقعد قعدات محبه غير عاديه، واخد بالك. وبعضهم كان يقول لي
انا مش عايز اقعد معاك كتير عشان قطع دماغي ما تلفش. صدقني وانا بحبهم جدا لان انا مش ببص انا ببص لقيمته. قيمته عند الله، قيمته غالي جدا وقيمتي غالية عند الله. بس شايف هم حاجة غالية لان هم ده خليقة الله جميلة. بس ده معناه حاجة، معناه ان جواك بني ادم عنده رغبة، عنده رغبة انه يلاقي حاجة الله عمره ما بيديله الانطباع بتاعها. أي. الله عمره ما اداله ان هو ليه قيمة. انت وقود، انت ترس في مسرحية، في حاجة، في مكنة انا اللي خلقها وانا اللي عاملها وانت هتعمله غصب عنك حبيت او ما حبيتش، وفي الاخر نهايتك برضو زي ما يجي في مزاجي يعني. فبالتالي الانسان من جواه لما بيلاقي مفيش علاقة هنا، مش ممكن تبقى في بينك وبينه علاقة، مش ممكن تكون بينك وبين الله ده علاقة. بص الإله الإسلام لما حد بيقدر يلمس الجانب الإنساني اللي فيه وتبتدي تتكون علاقة، بيلاقي نفسه، بيلاقي ان هو انا ليا قيمة. وليا قيمة عند حد مفروض ان هو يكرهني وما يحبنيش لو هو تعامل بنفس المنطق يعني. طب ما ده نور، ده نور المسيح ده إبراهيم. طبعا طبعا. في واحد كان وانا واحنا في السجن انا كنت قريب منهم جدا، وكتير منهم كانوا قريب بيبقوا اصحابي يعني على علاقه قويه معايا وبنتكلم مع بعض يعني. واحد من اللي كانوا اهله هدى كانت دايما تاخد جواباتهم وتوصلها لاهاليهم، بعضهم اهاليهم ما يعرفوش هم كانوا جاي هم فين. فهدى كانت تتبرع بان هي كان دايما في زيارتي تجيلي مجموعه كبيره من الجوابات. ممنوع في السجن ان الجواب يطلع من غير لازم يروح الاول اداره السجن ويقروه ويبعتوه ما يبعتوهوش. لكن هي عشان خاطر دول غلابه يعني عايزين يوصلوا، احنا كنا بنخدمهم كلهم بمنتهى المحبه، فكانت تاخد جواباتهم وتوديها لاهلهم. فواحد من ضمن قال لها ام يعني، قالت لها يا ست يا فلانه ده ابني دوت دوخني، ده عندي ده مخه في الدين بطريقه بقى عنيف ومتعصب وكذا. المهم عارف دوت لما خرج اتصل بهدى قال لها ايه؟ قال لها لو سمحتي يعني انا الدكتور ابراهيم عامل معايا حاجات كتير كويسه واحنا في السجن، انا اخر حاجه طلب ليا منكم طلبه. قالت له تحت امرك الى ما اقدر اعمله. قال لها عايز انجيل. اشكرك يا رب. بيتهز لانه الانسان فطرته احنا كده ما كسبناش، احنا اخويا هو اللي كسب لان هو بيلاقي حقيقه ان هو حلو، هو مهم، هو غالي. ده هو حتى لو هو او انا لو كنا حتى خطاه، احنا عندنا اله بينظفنا. احنا حتى لو كنا عشنا اشرار، احنا عندنا اله مش ضدنا، احنا ده بيحاول يحررنا من هذا الشر لان احنا غاليين عليه. فالمسيح المسيحيه مركزها الحب، وقدره الله تخدم الحب، وحكمه الله تخدم الحب، وعدل الله يخدم الحب، وكل قيم ومبادئ الله وحساباته تخدم الحب. ولما تعملها من غير حب حتى يقول لك انت بتعمل حاجه صح لكن فقد قيمتها الحقيقيه. انا عايز تعملها من قلبك. ترك لي عليك انك تركت محبتك الاولى. معانا تليفون الاستاذ جورج من امريكا، اهلا بحضرتك على الهواء، اتفضل. دكتور اهلا وسهلا استاذ جورج. في عندهم ايه بتقول الهم بيقول إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليهم القوم فدمرناها تدميرا. أي إله ده اللي بيحب يقوم الأغنياء بتوع قرية يفسقوا فيها ويعملوا الفساد وبعد كده يغلطهم ويدمر القرية؟ طب ليه من الأول؟ وخلقتهم ليه؟ مش فاهم صدقني. ما عشان كده بقول يعني هو إله مكار ومضل وكل الصفات دي موجوده فيه للاسف. يا ريتهم يفوقوا ويفهموا. احنا بنعمل كده علشان خاطر بنحب. وعايز اقول انه كل الكلام ده متاح للنقاش ومتاح انه كثيرين يتصلوا ويتكلموا. انا عارف ان كتير قوي على السوشيال على السوشيال ميديا لما بيقعدوا يتكلموا ويشتموا بافظع الشتائم. انا فاكر يا ريت يفكر بس دخلت في سجال مع احد الاحباء كان بيتكلم على حاجه فقاعد يعني على الفيسبوك، مش بعمل كده كتير لكن يعني وخدتني اولموست يمكن 3/4 ساعه الا ربع
كمية الإهانات والشتائم اللي خدتها، والأب والأم وكل حاجة تتخيلها يعني ما سمعتهاش يمكن من زمان. ما هو ده إيه؟ لأن الله وأنا بكلمه بقول له بمنتهى المحبة هو، وهو بيتغاظ أكتر مع أن أنا مش قصدي فعلا، أنا بقى عايز أقول له لا، لأن اللي متعلمه إن لازم يكرهك، واللي متعلمه أنك أنت ضد ربنا، واللي متعلمه أن لازم يكون يدافع عن الدين، ويبقى حتى لو كان الدفاع بتاعه مش حقيقي كاذب. النقطة أن هو ما بيترباش جواه أن يكون مسالم محب منطقي، عنده مرجعية خير وصلاح، عنده مرجعية أن إله بيحب البشر. الإنجيل بيقول أن الله بيحب العالم، ما فتلاقيش آية في القرآن ولا في الأحاديث النبوية أن الله بيحب كل العالم. لا مستحيل. أن الله في الإنجيل يريد أن كل البشر ينقذوا ويخلصوا، ما تلاقيش حاجة في القرآن أن الله يريد أن كل البشر يخلصوا. بالعكس، ده هو عايز يعني. لا في ناس هيوديهم كده، هو عايز وخلقهم عشان كده. بعد ما نشوف بعض الفيديوهات احاول ان نعملهم يعني ورا بعض شويه. خلونا نروح الفيديو عن حكم الرده في الاسلام مع الشيخ احمد النقيب. مساله ان نصراني يتحول الاسلام ماشي، لكن مسلم يتحول الى النصرانيه ده مرتد. قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. فهم نصارى بيقولوا ان من صور الاضطهاد في مصر ان لو واحد نصراني اسلم السبل كلها مفتحه له، طب لو واحد مسلم عاوز يتنصر لا. المساله دي فيها صعوبه جدا هنا في مصر، وهذا دليل على ان الاقباط في مصر مضطهدون. طبعا هذا دليل على ان هناك بقايا خير في مصر، هذا دليل على ان هناك بقايا خير في مصر. يعني القاضي المسلم اللي مرفوع أمامه دعوة تغيير الدين من الإسلام إلى النصرانية بيترعش من القضية دي، بيخاف منها، هيقول فيها إيه، هيقابل ربنا إزاي. فبالتالي ما بيقدرش يقول هذا الأمر. وهنا الإشكال إنه ممكن يحكم برفض القضية دي، فيبقى هذا الرجل بيمارس النصرانية وهو في البطاقة اسمه إيه، مسلم. دي إشكالية يعني إلى الآن برضك مش قادر يعني عاوزة مجموعة من أهل الفقه يعني ناخد لنا برضو الفيديو التاني بعديه ونرجع نتكلم شوية عن الموضوع دوت. الفيديو التاني. مرتد على نوعين: نوع كتم كفره وردته ولا يعلم عنه ما يخالف الإسلام فلا علاقة لنا به، ونحن لا نشق عن قلوب الناس، ونحن نتعامل بما ظهر منه ونكل سره إلى الله عز وجل. نوع جاهر بكفره وأظهر ردته وبدأ يطالب بأن يوضع في بطاقته القومية أنه مرتد، هذا إنسان خرج عن نطاق الحرية الشخصية التي يكتمها إلى إطار العلانية بالكفر والفتنة في المجتمع، فهذا هو الذي يقع تحت طائلة قانون العقوبات، تلك العقوبات التي يتولاها القضاء ويحقق فيها ويتحرى عن دلائلها وبيناتها وشهودها. الذين ينكرون عقوبة الردة في الإسلام يجهلون الأمة الإسلامية حكاما ومحكومين، ويطعنون في العلماء والفقهاء على مدى التاريخ الإسلامي كله. على مدى أكثر من 14 قرن كان هؤلاء جميعا جهلاء، لأنهم لم يفهموا أن الردة ليست فيها نص شرعي، مع أن دلائل القرآن والسنة. قائمة وواضحة وصريحة على عقوبة الردة. عقوبة الردة ثبتت بالقرآن قبل أن تثبت بالسنة. وأعطيك بعض النماذج. قال الله تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين
أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. من هم هؤلاء؟ إنهم المرتدون المنافقون، المنافقون مرتدون، الذين في قلوبهم مرض مرتدون، المرجفون في المدينة مرتدون. فهؤلاء مرتدون كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، فربنا حكم عليهم وقال أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. زي ما حضرتكم شايفين ده راجل أزهري، ودي مجموعة من علماء الأزهر دعوة الإسلام، مجلس الأعلى للدعوة الإسلامية، والراجل بيقول بمنتهى الوضوح. فيعني إيه دي الوسطية. خلينا عشان خاطر برضو عامل الوقت معانا ناخد حجة المسلمين منذ السبعينات الشيخ الشعراوي في الفيديو دوت، وليه منطق أحب أنك أنت تبقى ترد لنا عليه يا إبراهيم. فخلينا نشوف المنطق ده، أظن منطق يعني مفحم. الشيخ الأول بيقول إيه؟ أن الحرية الشخصية لو كتمها، حرية الشخصية لو كتمها هو حر. إحنا هنشق عن قلوب الناس، ما يجيبش سيرة بس. أنت مالكش في الصلاة، لكن لما يجي المطوع تقعد تصلي، صح؟ مش هتتضرب ساعتها. من قلبك مش من قلبك، أنت من جوه حتى مش مؤمن الله موجود خالص، مش مهم. شيء يعني غريب جدا. الشيخ الشعراوي بقى بيقول لك ايه؟ لا، انت تفاكرين كده ان احنا بنخوفهم عشان يخشوا الاسلام؟ لا، ده احنا بنقول لهم بس انت ايه، خليك واثق، لانك لو دخلت مفيش خروج. لو خرجت هتتقتل، لو خرجت هتتقتل. طب افرض واحد دخل وعنده 20 سنة، بعد 20 سنة تانية حياة نظرته اتغيرت، أرى، شاف، فهم، حصل له معجزة، أي حاجة، وقرر أنه هو يعني أقصد إيه 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 يعني المفهوم في الإسلام أنه أنا هسيب لك تشرح الحتة ديت، بس كان يعني نفسي هطلع خلونا نسيب نمرة 4، خلونا على نمرة 5 على طول نشوف إيه الشيخ قرضاوي بيقول إيه، لأنه فعلا very strong statement. خلينا نشوف الشيخ قرضاوي بيقول إيه. لم يتركوا الردة، لو تركوا الردة ما كان هناك إسلام، كان انتهى الإسلام منذ وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. فالوقوف أمام الردة هو الذي أبقى الإسلام. وفي آية المائدة إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض أن يقتلوا أو يصلبوا، جاء عن أبي قلابة وغيره من التابعين، إن هذه جاءت في المرتدين، وجاءت أحاديث كثيرة، مش حديث واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، أحاديث كثيرة عن عدد من الصحابة يعني في أن يقتل المرتد. حديث ابن عباس من بدل دينه فاقتلوه، حديث ابن مسعود لا يحل مرين إلا بإحدى ثلاث، السيب الزاني والنفس بالنفس، النفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة، وحديث أبي موسى الأشعري ومعاذ ابن جبل وأبي هريرة وعدد من الصحابة. القرضاوي بيقول لولا وجود حد الردة وقتل المرتد لانتهى الإسلام. شديدة دي يا إبراهيم. طبعا، ما هو يعني الإسلام بمنتهى الوضوح بيعتمد على استخدام التسلط على الآخر ليلتزم برغبتنا. لو مش مسلم نخليه مسلم، ولو مسلم وعايز يبقى ويسيب الإسلام نقتله عشان خاطر ما يفكرش إن يعملها. طب ايه بقى لي دينكم ولكم دينكم ولي ديني ولا اكراها في الدين والكلام ده كله؟ دي حاجه معروفه ان في مرحله في الدعوه بتاعت محمد، كانت المرحله الاولى اللي هي المرحله المكيه، ودي المرحله اللي ما كانش فيها عنده قوه، وكانوا لو اسلموا قليلين ومن ضعاف القوم مش من اقوياءه،
فدي كانت المرحلة. وفي المرحلة دي مرحلة الاستضعاف يسموها. فالمرحلة دي كان الكلام دايما هو أنا بعرض عليكم وأنت حر ليك دينك وليه دين، واخد بالك؟ أنا مش هعبد اللي أنت تعبده، وأنت مش وأنا مش وأنت وأنت مش تعبد اللي أنا بعبده، لكم دينكم وليه دين. فكانت دي مرحلة أولية. لكن في حاجة معروفة في الإسلام، الإسلام عندما قوي بينسخ غيره. الآيات المدنية المدنية لغت المكيين، فمحدش يقول لي بيقول لكم دينكم ولي دين، دي استضعاف، دي مرحلة ضعف. طيب هاخد تليفون الأستاذ مالك، معلش خلي آخر تليفون من ألمانيا. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ مالك من ألمانيا. أهلا وسهلا فيكم، زيكم؟ أهلا بيك، تفضل حضرتك على الهوى. أنا كنت عاوز أسأل سؤال، ربنا أول حاجة عملها إيه؟ أول حاجة عملها ربنا إيه؟ عاوز أسأل الدكتور إبراهيم أول حاجة ربنا عملها إيه؟ وعاوز أسأله سؤال تاني، إذا كان إبليس خلق من نار فكيف يعذب بالنار؟ أوكي، بس إيه السؤال الأولاني؟ السؤال الأولاني مش فاهمينه قوي، يعني إيه أول حاجة ربنا عملها؟ ما ربنا ملوش أول ولا آخر. إيه أول حاجة عملها؟ السؤال الأولاني الله أول حاجة عملها إيه؟ ما إحنا مش فاهمين برضو قصد حضرتك إيه؟ يعني إيه أول حاجة عملها؟ ما الله ليس له بداية. أول حاجة، ما هو لو قلنا أول حاجة يبقى ليه بداية. قصده في الخليقة، خلقها للخليقة يعني؟ أول حاجة خلقها يعني؟ أول حاجة عملها إيه ربنا؟ مفيش نص بيقول دي أول حاجة عملها، واخد بالك؟ بس طبعا البديهي إنه هو خلق الملائكة في البداية، وخلق اللي هي الكائنات الروحية مثل الله، الله روح وخلق كائنات روحية اللي هي الملائكة. بعد كده الكتاب المقدس سفر التكوين الإصحاح الأولاني بيقول في البدء خلق الله السماوات والأرض، وبعد كده بعد خلق السماء والأرض وبعد ما بدأ يعد الأرض للحياة، لأن الله كان ناوي يخلي الإنسان يسكن الأرض ويملك الأرض ويظهر محبة الله ومجد الله على الأرض، فعمل كل حاجة، أعد كل شيء لربنا، وبعد ما أعد كل شيء لله بدأ أنه هو يخلق الإنسان في اليوم السادس، لأن الله دايما بيحب أنه لما يخلق حد يكون مجهز له كل حاجة. يعني ما عرفش إذا كان دي إجابة بالنسبة لك ولا أنت عايز حاجة تانية. اللي أنا دارس في جامعة السوربون بفرنسا. أهلا وسهلا. الدكتور كان يقول لنا إيه أول حاجة عملها الله؟ هو أثبت لنفسه الحياة. إيه؟ أثبت لنفسه الحياة؟ الله أول حاجة عملها أثبت لنفسه الحياة، ثم نفى الموت عن ذاته، أي أبعد الموت عنه. لماذا؟ لأن كل مخلوق سيموت. الله سبحانه وتعالى ما خلقش الملائكة ولا خلق أي حاجة، الله أول حاجة عملها أثبت لنفسه الحياة ثم أبعد الموت عن ذاته. لأن كل مخلوق سيموت. طيب معلش أستاذ مالك، عشان خاطر إحنا وقتنا قصير جدا وده بعيد عن الموضوع. يعني طبعا لحضرتك بتقوله ما هوش منطقي على الإطلاق، لأنه إذا كان هو حي وبيثبت لنفسه الحياة يبقى هو مش خالق أصلا، يبقى محتاج يعني العملية فيها يعني في برنامج تاني. ممكن نتكلم فيها في برنامج تاني، لكن لا هي منطقية ولا حتى فيها مساس بذات الله نفسه. دكتور إبراهيم، إحنا شايفين إنه طبيعي إن المرتد لازم يموت. المرتد لازم يموت. لازم يموت. السؤال. ودي معناها ما إحنا قضيتنا أصلاً إيه؟ ليه الإنسان المسلم أو المجتمع المسلم إحنا إيه اللي مأثر فيه؟ إيه اللي مخلي الشخصيات كده؟ واخد بالك؟ ليه ما عندناش قيم عالية بصفة عامة؟ ليه ما بنقدرش المحبة؟ ليه ما بنحبش الآخر المخالف لينا، مخالف في الدين، مخالف في الرأي؟ لا، وحتى لما بنحب إحنا بنحب لأنه في حاجة متبادلة.
لكن ما بنقدرش نحب حد ما بيحبناش. حتى نعمل له خير. بالضبط. مع ان كل واحد مننا في المجتمع العربي والمجتمع المصري وكل حاجة مخلوق كائن غير عادي، مخلوق على صورة الله، ومهيأ لان هو الله يخليه مليان بالمحبة ومليان بالقيم ومليان بالعلاقات. ولكن الدين، هذه النقطة، الدين وصورة الله في الإسلام اللي هي مش معتمدة على القيم، معتمدة على التسلط، معتمدة على ان انا اثبت نفسي، وان انا والترهيب والتخويف، كل دوت ليه دور كبير في تشكيل الشخصية العربية. هو ده طبعا كنا نفسنا نحكي عليه النهاردة، لكن يعني الوقت أزف وحتى خدنا أوفر تايم. لكن حاجة أخيرة عايز أقولها في آخر خمس دقايق من الحلقة. هتخيل النهاردة أن أنا عندي دراع، والدراع دوت اتكسر، أو الدراع دوت مرض، الدراع ده طلع فيه تيومر، طلع فيه ورم. هل أول حاجة بعملها أن أنا بقطعه؟ رأيك الطبيعي عمر كده. ما الطب عمره ما فكر في كده طبعا. يقول لك ده رجلي وجعاني أقطعها. صح؟ إذا كان ده مش الشيء الطبيعي عند البني آدم في علاقته بنفسه، السؤال الثاني، ولا المجتمع في علاقته بيه؟ بالضبط. لو أنا النهاردة أب وابني شرد، وابني بيستعمل مخدرات، وابني عايش في واتيفر، دلوقتي طبعا واضح من الكلام اللي انت بتقوله انه اي حد عايش في اي حاجه هي برضه حاجه ايه مقضيه عليه يعني anyway. لكن اللي اقصده انه حتى على مستوى الاخلاقيات ده ولد عاق، ده ولد مش مقدر الجميل، ده ولد ناكر، ده ولد جاحد، ده ولد بيسرقني، ده حرامي، ده كل حاجه. هل اول حاجه بتنط في دماغي انا كأب ان انا امسك بندقية وطخه بالنار؟ طبعا مش ممكن. ليه؟ لان في حاجة اسمها الابوة. ايوة. جاية من الاله اللي خلق العالم ده كله، اللي لما بيحمل هذه الصفة الجوهرية في داخله انه اب، وبالتالي بتنساب فينا كبشر هذه الطبيعة ديت، الطبيعة الإنسانية المجدوعة حتى بالأديان. طيب ده مش منافي خالص للي احنا شايفينه دلوقتي؟ طبعا. نقطع إيديه ونقطع رجليه ومن يديه ورجليه من خلاف ويصلب وكل المشوار الطويل دوت والحرابة يعني مفيش فعلا حب. فين الحب؟ مفيش حب، مفيش أبوة. يعني نفسي نطلع بيه النهاردة أنه الله عمره ما وصف نفسه أنه أب في الإسلام، ولا وصف نفسه في الأسماء الحسنى أنه محب. مش صفة جوهرية. إحنا قلنا الصفات الجوهرية بتاعته حي له مشيئة وقدرة وعلم وسمع وبصر وكلام. تقول إيه يا إبراهيم في الآخر ليه؟ بقول إن الإله الله الحقيقي في الإنجيل وفي أو حتى الصورة بتاعت الله اللي موجودة في الإنجيل وفي التوراة وفي الكتاب المقدس، صورة إله عنده هدف صالح ويسعى لتحقيقه مهما كان الثمن. إله صالح ومحب وعنده غرض رائع وعظيم، لأنه بيعكس دي الشخصية بتاعته. وأيا كانت الأخطاء في الطريق اللي بتحصل من البشر، من بلد، من أي حاجة، الفكرة اللي عند الله لا أن أدفعهم ثمن غلطتهم ولا أتخلص منهم، ولكن إن أنا عندي ثبات على هدفي، إن أنا إزاي أسترد إلى استرداد واسترجاع للهدف العظيم. وفداء وفداء. فالقضية الأولى عند الله كيف يزيل الشر أو العائق، مش بس في خطته لكن كمان عن كل إنسان. ليه؟ لأن قلبه أبوي وقلبه محب، وده اللي بيحركه. ما عندهوش حاجة اسمها أنا عايز أثبت نفسي، لأنه هو ما عندهوش متاعب نفسية أو مشاكل نفسية. يعني اللي بيحركه دايما الله، على فكرة الله يعني تركيزه الآخر مش تركيزه نفسه. حتى لو كان بيركز على نفسه وبيقول لنا عن نفسه كتير، عشان زي ما كنت تكلم على حاجة حلوة عشان تنبسط، هو الحاجة الحلوة، ف
فبيبين لنا الحاجات الجميلة والجميلة اللي فيه وكده، فعشان بيتكلم عليها، بيتكلم عليها عشان نشبع، إنما هو اهتمامه الآخر. عشان كده الحاجة الغريبة ربنا بيقول إيه، أنتوا عملتم فيا وعملتم في سفر الأرمية وأساءتم وأهنتم وعبدتم حتى عبدتم الأوثان والآلهة غريبة، ومع هذا بقول لكم أقول لكم ارجعوا. ها هلما نتحاجج، ده في أشعياء بيقول لهم ليه شعبي عمل شرين، تركوني أنا ينبوع المية الحية، مش أنا الكبير اللي لازم يسمعوا كلامه، ينبوع المية الحية، وحفروا أنفسهم أبار أبار مشققة ما تضبطش ماء، مشغول بيهم. فإلهنا إله يطلق فيك كل إحساس بالفرح والراحة والسلام والأمان والقيمة، والقيمة إن أنت ابن من خلقته وهو بيحبك وهو بالزبط. تركيزه بالزبط. إزاي أنت لدرجة إن أنا مش خايف حتى من وحشتي وعيوبي، لأني لما بعرفه بلاقي نفسي بنضف وبتطهر وبتغير. يعني زي ما بيقول المثل عندنا في مصر، من عشر السعيد يسعد، من عشر الحداد ينكوي بناره، من عشر الأم 40 يؤمنه. فالله بيعتمد على ان احنا نعرفه، لما نعرفه نتغير، مش بالسكينة والقتل والذبح والتخويف والترهيب. دكتور إبراهيم بشكرك جدا 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 على موعد ان شاء الله مع اكتمال للحلقة دي، اللي يمكن بس يدوبك اتكلمنا عن حاجات بسيطة خالص. بشكركم جدا ان انتم موجودين معانا، وربنا يبارككم. لو في سؤال كان وصل لنا عن ليه الله سمح انه الناس تروح جهنم، لان ده اختيارهم والله ادالهم هذه الحرية، ومن محبته ليهم مش بيمنعهم ان هم يختاروا كده، لكن بيعمل كل شيء لتنبيههم ولاستردادهم، ولما بيتوبوا بيرجعوا. احد الاباء يقول ليست خطية بلا غفران، بلا غفران الا الخطية التي بلا توبة. بشكركم جدا لأجل وجودكم معنا، أسئلة كتيرة وحاجات كتيرة هنناقشها مرة تانية إن شاء الله بنعمة ربنا. بشكركم، تصبحوا على خير، ربنا معاكم في حلقة جديدة من 10 أرباب.